الاجتماع الرقم 2040 للجنة حقوق الإنسان ونحن بصدد النظر في التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت. اسمحوا لي أن أرحب أولاً بأعضاء أعضاء وفد دولة الكويت وخصوصا صاحب السعادة سعادة السفير الدهار الرزوقي المندوب الدائم لدوله الكويت في جنيف سنبدا اولا بان اعطيكم الوقت لكي تتقدموا ببيانكم لمده عشر دقائق وكما طلبتم وبعد ذلك سيكون هناك ملخص للردود المكتوبه في غضون عشرين دقيقه وبعد ذلك نفتح باب النقاش لأعضاء اللجنة لطرح المزيد من الأسئلة وذلك استنادا إلى الجزء الأول من قائمة الموضوعات أو الأسئلة من واحد وحتى ثمانية عشر إذا أعطيكم الكلمة سعد السفير ل... شكرا سيدتي الرئيسة أشكر السادة الزملاء على تقدمتي ويسعدني ويشرفني أن أقدم لكم تقرير الكويت. أولاً أود أن أقدم لكم أعضاء الوفد. فالوفد الوفد يتكون مني أنا شخصياً كرئيس للوفد وبعد ذلك المستشار صادق المعرفي، المستشار طلال المطاري المطيري. الملحق الصحفي نواف نامان آه اللواء خليل الشمالي منصور الهاجري وزاره الداخليه العقيد جبر ثوين العنزي ثويني العنزي وزاره الداخليه المقدم الدكتور محمد المطيري وزاره الداخليه المقدم محمد لهيب مدير اداره المعلومات الجهاز المركزي لمعالجه اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه السيد زكريا الانصاري وزاره العدل استاذ سعود الصانع رئيس النيابه النيابه العامه السيد سعود السعيدي السكرتير أول وزاره الخارجيه السيده قبار ميضين مديره اداره المراه والطفوله وزاره الشؤون الدكتور زكي سليمي وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل السيده امينه جوهر وزاره الشؤون السيده ايمان الناصر الجهاز المركزي لمعالجه المقيمين بصوره غير قانونيه السيد صالح السعيدي الجهاز المركزي لمعالجه اوضاع المقيمين بصوره غير قانونيه المستشار خدي الشايجي وكيل فتوى والتشريع السيد مطلق المطيري مدير الشؤون القانونيه الدكتور سعود الحربي وزارة التربية والدكتورة سعاد الطراروة المعهد التطبيقي ويسعدني أن أتواجد هنا مع الوفد المرافق وكما تستطيعون أن تروا أن الوفد به العديد من الأشخاص وهو يمثل كل الأطياف وسوف أتحدث بالعربية طيب لنا في هذا المقام أن نقدم للجنتكم الموقرة عرضا مفصلا لتقرير دولة الكويت المتعلق باتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مؤكدين سعي دولة الكويت الحثيث والدائم على الرقي بكل ما من شأنه رفع قيمة الإنسان وحقوقه عامة. السيدة الرئيسة، عندما قامت دولة الكويت بصياغة دستورها الدائم، جعلت من الشريعة الإسلامية السمحاء والإعلانات والمواثيق الدولية أهم المصادر التي ارتكز عليها إليها. وذلك لما تتضمنه تلك المصادر من قوة وصون وحماية لحقوق الانسان وللتاكيد على ضمان تنفيذ القوانين والتشريعات بما فيها حقوق الانسان حرص المشرع الكويتي على استقلاليه القضاء ضمانا لنزاهته وحريته باتخاذ الاحكام بشكل مستقل دون تاثير من اي جهه كانت ومن هذا نجد ان الدستور الكويتي يتضمن بطبيعته ما نصت عليه مواد العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه، ويبدو ذلك واضحا في معظم مواده، فعلى سبيل المثال لا الحصر نصت الماده 29 من الدستور على مبدا المساواه في الحقوق والواجبات دون تمييز، ونصت الماده 166 على حق التقاضي، بالاضافه للمواد المتعلقه بالمشاركة السياسية في كل أوجه نشاطها وغيرها من المواد والقوانين الضامنة للحقوق المدنية والسياسية. وعندما انضمت دولة الكويت إلى الاتفاقية المذكورة، صدر القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة ليصبح جزءاً من قانونها الوطني. عندما قامت دولة الكويت بعرض تقريرها الوطني الخاص بالمراجعه الدوريه الشامله في مايو 2010 قد تعهدت بانشاء الهيئه الوطنيه لحمايه حقوق الانسان وفق مبادئ باريس والتي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال مما يؤكد اهتمامها في كل ما يتعلق بحقوق الانسان سيده الرئيسه لقد تعددت انجازات دولة الكويت في مجال الحقوق المدنية والسياسية، ويتضح ذلك بالآتي. يعد الحق في الحياة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها حقوق الإنسان كافة، لأنه يمس بقاء وجود الإنسان نفسه، لذلك أولته دولة الكويت اهتمامًا كبيرًا، وعليه اتخذت تدابير عدة لضمانه وعدم المساس به. كما تسعى دولة الكويت لتوفير كل متطلبات الحياه الكريمه للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم ومجانيه التعليم والعلاج وهذا ما نصت عليه مواد الدستور كذلك سعت دولة الكويت لمحاربه كل مظهر من مظاهر العمل الجبري واستغلال البشر حيث نصت الماده 22 من الدستور بانه اقتبس لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضروره قوميه وبمقابل عادل انتهى الاقتباس وفي هذا الاطار صادقت على اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجريمه المنظمه عبر الوطنيه والبروتوكولين المقترنين بها اما في مجال المراه فقد تحققت العديد من الانجازات ومنها وصول أربع سيدات إلى مجلس الأمة بعد حصولها على حقوقها السياسية كاملة والحق في الرعاية السكنية المساواة مع الرجل في الوظائف العامة والقطاع الخاص الحق في السفر والتنقل كذلك أولت دولة الكويت الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام كبيراً وتمثل ذلك بصدور القانون رقم 8 على 2010 الذي منحهم العديد من المزايا والحقوق العينيه والماليه لهم ومن يتولى رعايتهم كما قرر انشاء هيئه عامه تعني بشؤون هذه الفئه ويمكنها من المشاركه والاندماج في المجتمع اما بشان المقيمين بصوره غير قانونيه تجاوبا مع التوصيات التي وردت الى دوله الكويت خلال عمليه الاستعراض الدوري الشامل فقد تم انشاء الجهاز المركزي لمعالجه اوضاعهم حيث حصلوا على مزايا عده منها العلاج المجاني التعليم المجاني وبلغ عدد طلبه المستفيدين 12218 طالبا في العام الماضي توثيق عقود الزواج حيث تم اصدار 1244 منها في العام الحالي جوازات السفر وتم اصدار 5278 جواز اصدار شهادات الوفاه وقد صدر منها 520 شهاده في العام الحالي صرف بطاقات التموين حيث تم صرف 10494 بطاقه للعام الحالي وحصولهم على تمويل مجاني لعام كامل أسوة بالمواطنين فتح مجالات العمل في القطاعين العام والخاص وهذه المزايا تأتي تمهيدا لإنهاء هذه القضية الإنسانية خلال الخمس سنوات القادمة سيد الرئيسة إنما قدمناه اليوم ما هو إلا إضافة لتقارير دولة الكويت السابقة وبيان للمستجدات التي طرأت بشأن واقع الحقوق المدنية والسياسية في دولة الكويت ولا شك أن تطورات كثيرة والآمال كبيرة في تحقيق الأفضل مؤكدين أنها ليست نهاية المطاف فاتحين الباب لاستيعاب كل ما هو جديد ومكمل لحقوق الإنسان على وجه العموم. مرحبين بكل ما تتفضلون به من استفسارات أو توصيات تتعلق بموضوع الحقوق المدنية والسياسية. شاكرين لكم وللجنتكم الموقرة حرصكم الدائم ومتابعتكم الدائمة والهادفة والموجهة لكل ما يمس حقوق الإنسان وكرامته والبحث عن افضل السبل لتاصيلها وتحقيقها على ارض الواقع. املين دوام التوفيق لكم في عملكم الانساني الكبير وشكرا سيدتي الرئيسه. I think now you اعتقد انك ستعطيني الفرصه لكي اعطي الكلمه لزميلي لكي يقوم بتقديم الردود على قائمه القضايا لمده عشرين دقيقه. والصلاه والسلام على رسول الله. سيد الرئيس ان حقوق الانسان والتعامل معها في دوله الكويت لم تكن وليدة اللحظه او من المسائل الجديده في واقعها. لانها بطبيعتها تستند الى ارث عربي واسلامي وعالمي متجذر في تاريخها منذ نشاتها حتى اليوم. كما انه مبدا انتهجته لا تحيد عنه ايمانا منها بسمو مضامينها واحتراما لقيمتها. ويتضح ذلك من خلال الممارسه الفعليه القائمه على احترام الانسان في كل اوجه حياته الخاصه والعامه. وعندما قامت دولة الكويت بصياغه دستورها راعت بشكل كبير حقوق الانسان كافه وجعلت من الاعلانات والمواثيق الدوليه من اهم المرجعيات التي استندت اليها لذلك نجد ان الدستور الكويتي في معظمه ما هو الا تطبيقا واعمالا لتلك الاعلانات والمواثيق والتي منها الحقوق المدنيه والسياسيه وفي هذا الخصوص فقد انضمت دولة الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه حيث صدر القانون رقم 12 لعام 1996 بالموافقه عليه ليصبح جزءا من قانونها الوطني ولضمان متابعه كل ما يدور في هذا المجال قامت دولة الكويت بانشاء لجنه عليا لحقوق الانسان عام 2008 برئاسة وزير العدل ومشاركة معظم وزارات الدولة وفي السياق نفسه فأن دولة الكويت وخلال مراجعة تقريرها الوطني أمام الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مايو 2010 تعهدت بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في مبادئ باريس حيث قطعت شوطا كبيرا وبالتعاون بين الجهات المعنية لإنشاء الهيئات المذكورة السيد الرئيس وبعدما تقدم ذكره فأنه يطيب لنا أن نستعرض ما قامت به دولة الكويت من جهود كبيرة في سبيل إعمال نصوص المعاهدة وضمان تطبيقها على أرض الواقع ويتضح ذلك من خلال الآتي أن الحق في الحياة من الحقوق الأساسية والأولى التي أولتها دولة الكويت الأهمية القصوى وتجسد ذلك بما تقدمه من رعاية صحية وتعليمية وكل ما من شأن الحفاظ على حياة الإنسان لذلك جاءت نصوص الدستور والقوانين مراعية بل مؤكدة على هذا الحق كما أن الكرامة الإنسانية في دولة الكويت مصانة بحكم القانون إذ نصت العديد من المواد على هذا الحق ومنها المادتين 29 و 31 من الدستور الكويتي اللتين أكدت على المساواة في الكرامة الإنسانية وعدم جواز حبس الأفراد إلا بقانون وعدم الاعتداء والتعذيب تحت أي مبرر كان أما في حالة انتهاكها فإن القوانين تنص على تقديم المخالفين إلى القضاء لمحاكمتهم خلال مده معقوله. وفي حاله الادانه يتم ايداع الافراد للسجن والتي ينظر اليه كمؤسسه اصلاحيه تعيد تاهيل الانسان للانخراط في المجتمع بعد انقضاء العقوبه. اما في حاله الافراد غير الكويتيين الذين تتطلب المصلحه العامه ابعادهم اداريا نجد ان هذه المساله ليست مطلقه. بل تحكمها أطر قانونية. كذلك راعت دولة الكويت كرامة وحقوق العاملين على أراضيها في جميع مستوياتهم أو طبيعة عملهم كمنع احتجاز جواز السفر العامل وتحديد الراتب المناسب له وتوفير المسكن والمأكل والعلاج. وهذا يتم من خلال عقد مبرم بينهما. كما يحق للعامل التقاضي في حالة عدم الوفاء بتلك الالتزامات. كذلك فان دولة الكويت حرصت أشد الحرص على ألا يكون على أراضيها أي شكل من أشكال السخرة. وعاقبت بقوانينها كل من يدخل الكويت أو يخرج منها بقصد التصرف به كرقيق. وأن كل من يشتري أو يعرض أو يهدي إنسانا على اعتبار أنه رقيق والتزاما منها بهذه المبادئ صادقت على اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الجريمه المنظمه عبر الوطنيه والبروتوكولين المغترين بهما اما بخصوص المقيمين بصوره غير قانونيه فقد قامت دوله الكويت بانشاء الجهاز المركزي لمعالجه اوضاعهم حيث قدم الجهاز العديد من التدابير والمزايا والتسهيلات المدنيه نشير الى بعضها منها العلاج والتعليم المجاني وتوثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاه ورخص القياده. كما يتاح لهم التمتع بالخدمات التي تقدمها الهيئه العامه لشؤون ذوي الاعاقه وفقا للقانون 8 على 2010. كذلك استخراج جميع انواع التوكيلات من وزاره العدل وصرف بطاقات التموين وفتح مجالات العمل لهم. وغيرها العديد من المزايا والتسهيلات. سيد الرئيس لقد اتاحت دولة الكويت الحق في التملك والسكن بالنسبة للمواطنين والتي تتم اما عن طريق الخدمات والقروض دون فوائد يقدمها بنك التسليف والادخار او عن طريق الشراء المباشر من قبل الافراد وقد شملت القوانين الحديثة المرأة الكويتية بها بخدماتها البنك. كذلك نظم المشرع الكويتي اليات تملك غير المواطنين العقارات داخل الكويت من خلال المرسوم بقانون رقم 74 على 79 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والقرار الوزاري رقم 259 لسنه 2010 والخاص بتشكيل لجنه لاعاده النظر في طلبات التملك وتحديد السياسات العامة لتملك غير الكويتيين. السيد الرئيس ان دولة الكويت تسعى لتحقيق الامن والامان والسلام. وذلك وبذلك فهي ترفض رفضا قاطعا كل صور العنف، وباي شكل من الاشكال. وقد تم التاكيد على ذلك في قانون الجزاء بالمادة 129 وفي القانون رقم 31 لسنه 1970 حيث نصت الماده 56 منه بتجريم ومعاقبه كل من يستخدم القسوه ومن حالات العنف التي يمكن الاشاره اليها هنا ما يعرف بالعنف المنزلي وما يترتب عليه من اضرار حيث جرمت المواد من 160 الى 164 من قانون الجزاء افعال العنف الواقعه على النفس الانسانيه. اما في حاله وقوع العنف المنزلي فقد اتخذت دوله الكويت تدابير عده تهدف الى تشجيع الضحايا من النساء على ابلاغ اجهزه الامن في حاله تعرضه للاعتداء وفي هذا الصدد قامت وزاره الداخليه بانشاء اداره تحت مسمى الشرطه المجتمعيه تهدف الى متابعه الضحايا مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وفي حاله ورود اي شكوى تتعلق بالعنف المنزلي لوزاره الداخليه فان الاجراء الاول هو السعي لتحقيق التصالح بينهما حفاظا على الروابط الاسريه وحمايه للطرفين او الابناء من التفكك الاسري انسجاما مع قيم الدين الاسلامي وتقاليد المجتمع الكويتي كما كفلت الماده 126 من قانون الاحوال الشخصيه للزوجه طلب التفريق بسبب الاضرار بها باعتبارها حقا مقرر لها وفق احكام الشريعه الاسلاميه في مسائل الزواج والطلاق اما بالنسبه لما يسمى بالعنف ضد الاطفال فان ما تمت الاشاره اليه من عقوبات في حاله العنف المنزلي والمراه نجد ينسحب ايضا على حاله العنف ضد الاطفال في النواحي الجسميه او النفسيه سواء كان في محيط الاسره أو المدرسة أو أي مكان آخر سيد الرئيس أما في مجال الحريات فقد تضمن الدستور الكويتي مواد كثيرة أكدت على حرية الإنسان في أوجه عديدة نذكر منها ما يلي لقد ضمن الدستور الكويتي حرية المعتقد وكفله سواء من قبل الشخص نفسه أو بإجبار الإنسان على اعتناق معتقد اخر حيث كفلت الماده 35 منه حريه الاعتقاد لكافه الاشخاص والمقيمين على اراضيها بغض النظر عن انتماءاتهم او اعراقهم كما كفل لهم حريه ممارسه الشعائر الدينيه طبقا للنظام العام والاداب كما ان حريه الراي والبحث العلمي مكفولتان بحكم الدستور ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابه وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ونصت الماده 147 من قانون الجزاء على انه لا جريمه اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه عن نيه حسنه لحكم قضائي سواء تعلق بالنقد بس سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفيه تطبيق القانون. كذلك ضمنت مواد الدستور والقوانين والتي منها القانون رقم 9 2001 بشان اساءه استعمال اجهزه الاتصالات الهاتفيه. بانه لا يجوز التنصت على وسائل الاتصال الا باذن من النيابه العامه. كما كفل القانون رقم ثلاثه ل 2006 بشأن المطبوعات والنشر حق الآخرين بالتعبير وأنصف المتضرر من النشر أما بخصوص الاجتماعات العامة فللأفراد حرية إقامة الاجتماعات وفق قواعد حددها القانون والهدف منها مراعاة المصلحة العامة ويوجد الآن حاليا مشروع قانون بتعديل بعض مواد أحكام القانون رقم 56 على 1979 بشأن الاجتماعات العامه والتجمعات وهو مدرج في أعمال مجلس الأمه في الوقت الحالي. ومما يجب التأكيد عليه أن الحق في الانضمام للنقابات متاح لجميع العمال. حيث أن القانون رقم 6 على 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي لم يتضمن أي نص يمنع العمال من غير المواطنين من الانضمام إلى نقابات العمال سيد الرئيس إن ما سبق ذكره ما هو إلا عرض سريع لحقوق الإنسان في الواقع الكويتي أفق ما هو قائم ومعمول به وذلك إعمالا لكل الإعلانات والاتفاقيات التي التزمت بها دولة الكويت وتحقيقا لمبادئ الدستور الحاكم والضامن لكل الحقوق والذي تضته كمنظم لحياتها في جميع مناشطها حيث أن الإسلام دين الدولة وأحكام مصدر رئيسا لتشريعاتها بالمعاملات على وجه العموم ومسائل الأحوال الشخصية على وجه الخصوص سيد الرئيس كذلك فأن دولة الكويت لن تألو جهدا في متابعة كل المستجدات في مجال حقوق الإنسان ومتابعة تطورها وما يطرأ عليها ما يطرأ عليها بهدف التوسع في تطبيق وحمايتها. وفي الختام نتقدم لكم ولجنتكم بالشكر الجزير والتقدير الكبير على الاهتمام بمسائل حقوق الانسان كافه مما يعزز قيم السلام والامن والديمقراطيه وغيره من القيم متمنين التوفيق والسداد للجهود التي تبذلها المنظمات الوطنيه والدوليه <بمت lok> <سؤال emilateur> لتحقيق أهدافها بما يخدم البشرية على وجه العموم وفي كل بقاع الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد نسيت اسم دكتور محمود عبد الهالي. عبد الهادي من وزارة الصحة وسيد رانيا المليه من البعثة الكويتية لدى الأمم المتحدة. شكرا لصاحب السعادة سفير دولة الكويت السيد رزوقي لهذا البيان الافتتاحي و. شكرا على الاستماع للردود على قائمة القضايا والمسائل المطروحة والآن أطلب من أعضاء اللجنة أن يقوموا بطرح أي أسئلة لديكم حول المسائل من واحد إلى ثمانية عشر السيد نيومن لك الكلمة شكرا سيدتي الرئيسة أود أن أرحب بحرارة وفد وأعضاء وفد الكويت وأنا معجب بدرجة كبيرة بعدد أعضاء هذا الوفد وبالخبرات التي يحملونها معهم وأتطلع إلى مناقشة موثقة للتقرير الدوري الثاني السؤال الذي أود أن أطرحه أولا فيما يتعلق بالقائمة الأولى المجموعة الأسئلة وضع العهد الدولي بالنسبة للقانون المحلي فبعد أن طلعت على بعض الردود لم أتأكد بعد من وضع هذا الأمر في ظل القوانين المحلية إن العهد الدولي له السياده على الاحكام التي صدرت قبل عام 1996 اذا ما كان هناك تناقض فهل هذا صحيح؟ كذلك فهناك بعض التشريعات التي تلت ذلك والتي تتناقض مع العهد الدولي وفي واقع الامر فلها نفس الوضع فهل هذا هو الوضع السائد؟ ما هي الانواع المعايير القانونيه التي لها السياده في هذا النظام القانوني المحلي ثانياً الرد يعطي انطباع بأن العهد يمكن أن يثار مباشرة في المحاكم ولكن لا يشرح بوضوح هذا ولا يعطي أمثلة ملموسة رغم أننا طلبنا أمثلة إن كانت هناك أمثلة هل لنا نستنتج من ذلك أنه لم تحدث أي حالات حيث أثير العهد مباشرة أمام المحاكم وهل يمكن للوفد أن يشرح لنا لماذا لم تحدث مثل هذه الحالات ثالثا الأسئلة التي طرحتها الآن فكيف تتأثر هذه الأسئلة بالإعلانات التفسيرية للفقرة الثانية والثالثة لأن الإعلان التفسيري يبدو مبهما فقد يفسر على أن هذه الأحكام تقبل في حدود القوانين الكويتية إذا كان هذا هو الحال هذا يعني أن الإعلان التفسيري لا يمتثل لي الحقوق وبالتالي اللجنه ينبغي ان تعتبر هذا الاعلان التفسيري غير صحيح وما هو اثر هذا الاعلان التفسيري على النظام القانوني الكويتي هل سوف تقوم الدوله الطرف بسحب هذا الاعلان التفسيري وذلك لتوضيح طبيعه التزامها بهذا العهد بالنسبه للسؤال الثاني المتعلق بمؤسسه وطنيه لحقوق الانسان اود ان اشكر الوفد الموقر على الرد بشان مشروع اقامه مؤسسه وطنيه لحقوق الانسان وبالنسبه للوقت الحالي اود فقط ان اطلب اخر المعلومات بشان استكمال هذا المشروع منذ تقديم الردود والان سوف انتقل من السؤال الثاني الى السؤال الثاني عشر وذلك لكي اطرح كل الاسئله التي تدخل في اختصاصي السؤال الثاني عشر يتعلق بحقوق المحتجزين بانتظار الترحيل فالعهد يحمي حقوق انسان كل الاشخاص وليس فقط حقوق المواطنين وأود أن أشكر العبود الموقرة على المعلومات الواردة في الردود ولكن هناك أوجه غموض بالنسبة لي وأود أن أسمع لأيالي. إذا ما صرد أمر بترحيل شخص ولكن لم يرحل بعد. فهل هناك أي فترة قصوى لاحتجازه قبل أن يتم الإفراج عنه؟ والرد يشير إلى تأخير أو مهلة بضعة أسابيع أو بضعة أشهر. ولكن بعض الأحيان فإن إجراءات الترحيل قد تستغرق وقتا أطول لأسباب عديدة مثل عدم تعاون الدولة الأخرى أو لأن الشخص عديم الجنسية. هل هناك أي فترة قانونية قصوى للاحتجاز هذا الشخص؟ هل يمكن لهذا الشخص أن يلجأ إلى المحكمة لكي يعيد يعاد النظر في قانونية أو شرعية احتجازه لأن احتجازه دام وقتا مبالغ فيه؟ هل الشخص الذي ينبغي أن أو الذي قد يرحل يحق له أن يطعن في أمر الترحيل خاصة إذا ما كان هناك خلاف فيما بين هذا الشخص وصاحب عمله هل لا يحق لهذا الشخص ان يمثله محامي إذا أخيرا بالنسبة لظروف الاحتجاز الانفرادي مثل المركز الطلع فهل ظروف الاحتجاز معقولة؟ هل ظروف الحجز الانفرادي خاضعة لتفتيش من قبل سلطة مستقلة؟ سلطة تفتيش مستقلة؟ هذه هي الأسئلة التي كان بودي أن أطرحها بالشأن السؤال الثاني عشر بالنسبة للسؤال الثالث عشر المتعلق بالعمل القسري العمل القس... السؤال إذا ما كان هذا يعتبر جريمة في إطار القانون الجنائي والرد أشار إلى جرائم يرتكبها موظفون رسميون وجرائم مرتبطة بالاستعباد أو الاسترقاق كلمة سليفري استخدمت باللغة الإنجليزية. Cases of forced labor. هل هذه الجرائم تغطي كل أشكال العمل القسري بما في ذلك العمل بالسخرة وإجباري صاحب قيامة صاحب معل بإجباري شخص على العمل لا أعرف إذا كانت هناك أي أشكال معاصرة أيضا لهذا النوع من العمل القسري. أما السؤال التالي فطلب إحصائيات بشأن الأشغال الشاقة والقوانين وتم تقديم قوانين بشأن هذا الموضوع ولكن لم تقدم لنا أي إحصائيات وبالنسبة لهذه المسألة فنحن نود أن نعرف ما ينص عليه القانون وما يتم تطبيقه عمليا. ايضا السؤال الرابع عشر بشان نظام الكفاله فكثير من أصحاب العمل يستخدمون ويستغلون هذا الوضع لفرض شروط عمل غير شرعية وغير قانونية على العمال ودولة طرف بالطبع ينبغي أن تلتزم بمنع هذه المشكلة من خلال سن القوانين وإنفاذ هذه القوانين ومعاقبة أصحاب العمل التي الذين ينتهكون هذه القوانين ولكن يبدو أن دولة طرف لم تلغي نظام الكفالة ولكنها اعتمدت بعض اللوائح. الاضافيه التي تطبق على بعض الفئات من العاملين هل فكرت الدوله الطرف انه في ظل الظروف الحاليه فينبغي الغاء الغاء نظام الكفاله بشكل مطلق والرد دوله غير ان قرار بموجب قرار وزاري يمكن لعامل ان ينقل اقامته الى صاحب عمل اخر وكيف تنطبق هذه القواعد في اي ظروف والرد يشير وقيل ان جوازات السفر في ايدي اصحابها ولا يمكن لصاحب العمل ان يحجز هذا جواز السفر ولكن اود ان اعرف اذا كان هذا المبدا القانوني نافذ فاذا ما انتهك صاحب العمل هذا القانون فهل يعاقب صاحب العمل؟ بالنسبة للمادة التاسعة من قانون العمل في القطاع الخاص في فبراير لفبراير 2010 ينص على انشاء سلطة عامة لليد العاملة لادارة بعض الاحكام الهامة وقيل لنا ان هذه السلطة حتى الان لم تنشا بعد هل هذا صحيح متى سوف تنشا هذه السلطة او هذه الهيئة اود الان ان ننتقل الى السؤال الخامس عشر ويتعلق بالعاملين في المنازل هناك الاف العاملين في المنازل يعملون في بشكل منعزل عن المجتمع ويتعرضون لانتهاك حقوقهم من قبل اصحاب العمل ووكالات الاستخدام ونحن نود ان نعرف لماذا استبعد هؤلاء من قانون العمل في القطاع الخاص الذي صدر في عام 2010 فكنا نفكر ان هؤلاء العمال هم اكثر حاجه لهذه الحمايه من اي عمال اخرين في القطاع الخاص ومرة أخرى الرد بشأن حجز جوازات سفر عمال المنازل لا يحدد الخطوات المتخذة لإنفاذ واعتبار هذا الحجز غير قانوني ولا يعاقب اصحاب العمل على حجز جواز السفر واهل ان المرسوم الوزاري 194 لعام 2010 حول هذا الموضوع ينطبق ايضا على العمال في المنازل ام هل يستبعد ايضا من هذا الحكم كما استبعدوا من قانون العمل في القطاع الخاص وعندما يتم سوء معاملة عمل المنازل من قبل أصحاب العمل هي يحق لهم أن يبحثوا عن عمل بديل وهل يتم تسهيل العثور على عمل بديل بدلا من اضطرارهم للعودة إلى بلد الأصل؟ أود أن أشكر الوفد الموقر على الإحصائيات المقدمة في الرد حول تدا... التدابير الانفاذي ضد اصحاب العمل فالاحصائيات المقدمه صغيره جدا نظرا لضخامه المشكله نود ان نعرف ما هي الموارد التي تخصصها الدوله للقيام بعمليات التفتيش والتحقيق في ظروف العماله لعمال المنازل واخيرا السؤال السادس عشر بشان الاتجار بالبشر آه فيبدو انها مشكله خطيره جدا في الكويت هل س... لا صحيح ان القانون التجاري بالاشخاص عالق ولم ي... يصبح نافذا بعد ومتى سوف يسري مفعول هذا القانون واود ان اعرف ماذا يؤخر انفاذ وسريع مفعول هذا القانون وهناك الحق الماده 100 85 من القانون الجنائي بشأن العبودية وهذا الصدد. أود أن إذا كان هذا الحكم ينطبق على الأشكال المعاصرة للتجارب البشر أم هل ينطبق فقط على الأشكال القديمة للاسترقاق؟ وهل حدثت ملاحقات قضائية في إطار المادة 185 في السنوات الماضية؟ وما هو عدد حالات مقاضات هذه؟ شكرا على حسن استماعكم وأتطلع للاستماع إلى ردودكم. شكرا لسيد نيومن وأتلك الى السيد فلينترمان شكرا سيدتي الرئيسه اود بدوري ان اشكر وارحب بكل حراره بالوفد من دوله الكويت ويشرفنا ان تتمكن اللجنه من ان تستأنف حوارها مع دوله الكويت الذي بدا في عام 2000 اي منذ 11 سنه وعندما اجتمعت اللجنه في تلك المناسبه مع وفد الكويت فاستنتجت في ملاحظاتها الختامية التوصية موجهة إلى الدولة بأن في التقرير القادم على الدولة أن تقدم بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنسين وإحصائيات محينة حول وضع المرأة وطلب أيضا من الدولة الطرف أن تهتم بالتوصيات التي كانت مدرجة أنذاك في الملاحظات الختامية ورحب بهذه الفرصة لكي نقيم بتعاون مع الوفد ما إذا كان دولة الكويت وإلى أي مدى قد نفذت توصيات اللجنة عام 2000 ومن خلال التقرير ومن خلال البيانات المقدمة اليوم سمعنا عن عدد من الإنجازات الهامة في سياق حقوق الإنسان وهنا أود أن أبرز الخطوه الهامه الى الامام التي تحققت وان المراه يحق لها الان التصويت وبالتالي فان دوله الكويت قد سحبت تحفظها على الماده السابعه من اتفاقيه القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراه اذا نحن ندرك هذه الخطوه الهامه وهذا التقدم الهام في مجال المساواه فيما بين الجنسين ولكن يتساور الي سؤال لماذا لم تتبع هذه الخطوه عملية تعيين قاضيات أيضا هذا أول سؤال عام أقدمه لماذا لم يتم تعيين قاضيات حضرة الرئيسة سعادة السفير أسئلة تتعلق بالقضايا ثلاثة حتى سبعة وهي تتعلق بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وخاصة مبدأ المساواة وعدم التمييز المعكوس في المادة إثن... اثنين ثلاثة من العهد فالمبدأ هو ان هذه الحقوق الانسان تتعلق بالجميع ولا تستبعد احدا وبالنسبه للمساواه فيما بين الجنسين وبعض الاسئله التي اود ان اطرحها فقد طرحناها في سياق فحص تقرير دوله الكويت في لجنه القضايا على التمييز ضد المراه ولكن مع ذلك أود أن أبرز بعض هذه القضايا هنا أيضاً، وعلى هذا الأساس أود أن أنتقل إلى القضية الثالثة وأشكر الوفد على الرد. أول سؤال في إطار القضية الثالثة هي هل هل صحيح أن أفترض على ضوء الرد المقدم بأن دولة الكويت لا تنوي تجريم الاغتصاب في اطار الزواج واذا كان هذا هو الحال اود بكل لطف ان اطلب من الوفد ان تشرح لنا اسباب ذلك وايضا هل من الصحيح ان افترض ان دوله الكويت لا تنوي اصدار احكام محدده في القانون الجنائي خاصه بالعنف المنزلي، هذا العنف الذي تتعرض له المراه لان العنف ضد المراه يعتبر شكل من اشكال التمييز ضد المراه. وفي الوثيقه فان دوله الكويت تقول ان الاحكام الحاليه الاحكام العامه حول العنف كافيه. للتصدي لمشكله العنف ضد المراه ولكن اود هنا ان ابرز ان العنف ضد المراه في حد ذاته يبرر اعتماد احكام خاصه به وفي هذا السياق لما نتلقى احصائيات واضحه بشان حالات عنف منزلي تمت مقاضاتها امام المحاكم ولم تصلنا اي معلومات حول عدد الملاجئ والخطوط الساخنه التي انشئت وحتى عدد الشكاوي حول العنف المنزلي منذ 2005 وانا اكرر بطبع بعد الاسئله والقضايا التي اثرتها في اطار القضيه الثالثه كما اود ان الفت الانتباه الى اهميه الاهتمام الخاص بموضوع العنف المنزلي ضد المراه وذلك في سياق حمايه حقوق العمال المنازل خاصه العاملات منهم أما الموضوع الثالث في إطار القضية الثالثة في عام 2000 أوصت لجنة إلى الدولة الكويت بأن يحظر تعدد الزوجات ولاحظت عند قراءة الرد أنه حتى الآن لم تتخذ أي تدابير بهذا الشأن وسؤالي هل لنا أن نحصل على معلومات حول مدى انتشار تعدد الزوجات وهل يوافق الوفد على الرأي بأن تعدد الزوجات هو شكل من اشكال التمييز ضد المرأة. وأما السؤال الرابع في اطار القضية الثالثة في عام 2000 فإن لجنة حقوق الإنسان أعربت عن قلقها بأن المرأة أو الرجل إذا ما existing inequalities between the sexes. في اطار الخيانه الزوجيه معاقبتهم مختلفه و... وكان لدي انطباع في الرد بان تعدد الزوجات مسموح به في دوله الكويت وسؤالي هو ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة وذلك لتوعية الشعب كما اوصت اللجنة في عام 2000 وذلك لاستئصال هذه المواقف والعقليات التي تؤدي الي التمييز ضد المرأة ايضا في سياق الزواج والان بالنسبه للسؤال الرابع او الموضوع الرابع الذي يتعلق بعدم المساواه فيما بين الرجل والمراه في سياق الحقوق الملكيه والارث وبالطبع طرحت اللجنه عده اسئله في اطار القضيه الرابعه ولم ترد دولة الكويت على كل هذه الأسئلة وبالتالي سوف أكرر بعض هذه الأسئلة التي أعتبرها هامة وأهم سؤال بالنسبة لي هو ما يلي هل يمكن لي الوفد أن يوضح الوضع الحالي لمشروع القانون حول حقوق المرأة المدنية وأود أن أحصل على معلومات حول ما إذا كان هذا المشروع القانون لا يزال ينطوي على عدم مساواة مثل مثلا عدم تمكن المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي أو من بدون أن تنقل جنسيتها إلى أولادها بالنسبة للقضية السادسة كما قلت في البداية فإن حقوق الإنسان تشمل الجميع وهذا ومعكوس في الجملة الأولى من المادة السادسة والعشرين وفي الجملة الثانية فإن الدول قابلة الالتزام بمنع التمييز وضمان الحماية من التمييز على أي أساس بما في ذلك الجنس والجنس فسرته اللجنة هذه وفسرته هيئة على أساس أن الجنس يتضمن أيضا التوجه الجنسي ولكن السلوك المثلي لا يزال مجرما في دولة الكويت وأنه تمت مقاضاة رجال لهم سلوك مثلي وقد أُعلِمنا أنه في عام 2007 فإن المثليين طلبوا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تنشئ رابطة واتحاد للمثليين وذلك لكي يحصلوا على حماية بموجب القانون الكويتي من المضايقة والتحرش وهذا الطلب رُفض وسؤالي هل تم إجراء أي تحقيق منذ عام 2007 بشأن الادعاءات المضايقة وسوء معاملة المثليين؟ والمثليات وهل ادى اي تحقيق الى ملاحقات قضائيه وهل تنوي حكومه دوله الكويت ان تعيد النظر في موقفها بشان تجريم السلوك المثلي بالنسبة للقضية السابعة أي القضية التي شدد عليها سعادة السفير في بيانه الافتتاحي موضوع التمييز على أساس الأصل القومي وبالطبع أنا أشير إلى البدون أو ما سمته دولة الكويت Legal Residents المقيمين غير القانونيين وهذه مسألة أعربت آه اللجنه عن قلق شديد بشأنها عام 2000 وقامت اللجنه في ملاحظاتها الختاميه بالتجديد على أنها تشعر بقلق بالغ وأنا أقتبس قلق بالغ إزاء البيان الوفد الذي يوصف يصف البدون بإعتبارهم مقيمين غير قانونيين وهذا قلق أعربت عنه هيئات تعهديه أخرى و تم التركيز عليه ايضا في عمليه الاستعراض الدوري الشامل الذي اشار اليه سعاده السفير ولكن يبدو ان ما من توصيه رفضتها دوله الكويت بهذا الشان وبعد قراءه الردود حول اسئلتي الخاصه بالبدون وبعد قراءه المعلومات من مصادر اخرى استنتجت انا شخصيا ان مشكله البدون أو المقيمين غير القانونيين illegal residents لا تزال مشكلة موجودة بكل أبعادها وملابساتها ولكن في نفس الوقت وكما أوضح سعادة السفير فإن بعض الخطوات الهامة قد اتخذت بالفعل مثل إنشاء ما سمي بسلطة مركزية في شهر نوفمبر تشرين الثاني 2010 هيئة مكلفة بإيجاد حل لمشكلة مشكلة البدون قرار هذا الهيئة في بداية 2011 منح مجموعة من الحقوق للبدون مثل جوازات السفر المادة 17 وعدد من الشهادات الأخرى ولكن لقد علمنا أن هناك قرار لم يعتمد من قبل الجمعية الوطنية بعد رغم أن كان لدي انطباع بأن جمعية الوطنية وافقت عليه هذا ما فهمته مما قيل اليوم. هذه المشكلة سيدتي الرئيسة بالتحديد مشكلة انعدام الجنسية وسعادة سفير عربا عن تفاؤله انه في ظرف خمس سنوات فان مشكلة البدون سوف تحل ولكن كمراقب من الخارج أنا متردد شيئاً ما، لأننا يبدو لي أن صلب المشكلة هي نكران حقوق الإنسان، حرمان الحق في المواطنة. ولهذا السبب أود أن أثير التساؤلات التالية. أود أن أطلب من الوفد أن يفكر في هذه التساؤلات. هل من الممكن للوفد على ضوء التزاماته بموجب العهد يمكن لدولة الكويت أن تصدق على اتفاقيتي عام 54 و61 بشأن وضع عديمي الجنسية وتقليل عدد عديمي الجنسية وأيضا التفكير في العقبات التي تواجهها دولة الكويت في منح الجنسية لعديمي الجنسية الذين يشار اليهم على اساس انهم مقيمين غير قانونيين نظرا لاقامتهم الطويله في الكويت وايضا التفكير في الفرص التي تراها دوله الكويت من اجل التعاون مع دول الاقليم من اجل ايجاد حلول لهؤلاء المقيمين غير القانونيين والذين لديهم جنسية اخرى وان تفكر دوله الكويت اذا ما كان بامكانها تتخذ خطوات لتحقق من ان عديمي الجنسيه يحق لهم العوده الى دوله الكويت وايضا ان انشاء وضع اجراءات طلب واضحه طلب الجنسيه الكويتيه بالاضافه الى اقامه اجراءات دراسه مستقله لطلبات الجنسيه هذه بالنسبه للقضيه الخامسه فبالنسبه للحق في الملكيه هناك تمييز في وتفريق فيما بين المواطنين الكويتيين والاجانب وتلقينا معلومات اليوم مفادها أنه في بعض الحالات يحق لأجنبي أن يمتلك عقارًا في الكويت هل يمكن لوالد الكويت أن يشرح لنا أسباب هذه السياسة؟ آه وتقييد حق الملقية لدى الاجانب في دوله الكويت سيدتي الرئيسه سعاده السفير اتطلع للاستماع الى ردودكم شكرا شكرا للسيد فلنترمان وعطي الكلمه الى السيد تيلين شكرا سيدتي الرئيسه بدايه اود ان ضم صوتي لمن لزملائي كي نرحب بالوفد رفيع المستوى والكبير وحجم هذا الوفد دليل على مدى التزام الكويت بحقوق الانسان لان الوفود اخرى لم تكن بهذا الحجم وبالطبع نحن نرحب بالتقرير رغم انه تاخر خمس سنوات ولكن نظرا للاوضاع الحاليه فخمس سنوات يبدو فتره تبدو فتره قصيره سوف اركز على القضايا ثمانيه حتى 11 و17 و18. بالنسبه للقضيه الثامنه فهي تتعلق بالطبع ب المساله التي اثارتها اللجنه منذ 11 سنه واسمحوا لي ان اشير الى الملاحظات الختاميه في الفقره الثامنه من الملاحظات الختامية بشأن عقوبة الإعدام حيث أعربت اللجنة عن قلق شديد بشأن عدد الجرائم العديدة التي تفرض عليها عقوبة الإعدام بما في ذلك فئات غاضبة من الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي والجرائم المرتبطة بالمخدرات و. أو تم توجيه توصية للدولة الطرف للتحقق من الالتزام بأحكام المادة السادسة من العهد والسؤال المطروح وهل تفكر الدوله الطرف في في الانضمام الي البروتوكول الثاني الخياري وجوابك كان بالنفي نظرا للشريعه الاسلاميه اي ان دوله الكويت يحظر عليها ذلك بالغاء عقوبة الإعدام وذلك على أساس الشريعة الإسلامية، وهذا يجعلني أطرح أطرح السؤالين. أود بدوري أن أحصل على المعلومات والإحصائيات بشأن عدد الأحكام الصادرة. والى اي مدى تم تنفيذ هذه الاحكام لانه منذ احدى عشر سنه كان هناك ثمانيه وعشرين حكم عليه بالاعدام ونود ان نعرف ما هي التطورات منذ ذلك الوقت وانا اطلب هذه المعلومات لانه قيل لنا ان عندما يتعلق الامر بتنفيذ الحاكم بالاعدام فهناك تفريق حسب الادعاء في تفريق فيما بين المواطنين الكويتيين وغير الكويتيين وهناك حالات شخص من المملكة من العائلة الملكية الكويتية لم يعدم بينما أن سجين باكستاني أو سجينين باكستانيين تم تنفيذ الحكم بالإعدام وبالتالي فيبدو أن هناك تفريق في تنفيذ الحكم بالإعدام وهذا يطرح قلق. هناك أيضا في الإجابة إشارة إلى الشريعة وفي المادة الثانية من الدستور الكويتي يبدو أنه يقال بكل صراحة أن الشريعة هي مصدر القانون بما أن الأمر كذلك فعلا أتساءل هل الشريعة أو القانون الإسلامي يمكن يعتبر كأنه فوق القانون وفوق الالتزامات التي تعهدت بها حكومة الكويت وفقا لأحكام العهد بما يعني هل هذا جزء من القانون يتماشى مع الالتزامات وفقا للمادة 2 و 6 من العهد هذا سؤالي الثاني في طريق الموضوع الثامن أنتقل الآن إلى القضية الثامنة القضية التاسعة أنا أشير إلى حالات التعذيب وحالات المعاملة المهينة من قبل الشرطة أو ضباط الجيش وساطرح سؤالا أيضا حول الرعاية الصحية في السجون ثم سأشير أيضا إلى حقوق الإنسان وموضوع منع التعذيب يسعدني أن أرى في تقرير الكويت الإجابة لان هناك سؤال يتعلق بالرعايه الصحيه في السجون والجواب كان مرضيا مقبولا في رايي هناك ايضا تفاصيل حول الظروف في السجون ومسألة المؤسسات الإصلاحية التي هي في شكل سجون متطورة ولكن هناك بعض الأسئلة التي ما مطروحة مسألة التعذيب مثلا حالة التعذيب وكيف يتم معالجتها هناك احصائيات قدمت الينا بخصوص الانتهاكات من قبل رجال الشرطه هذه التفاصيل والاحصائيات موجوده في الفقره الموجوده في الصفحه 14 الفقره 48 والفقره التاليه انا شخصيا حاولت ان اقارن الاحصائيات وحاولت مقارنه الارقام التي قدمت بين 2010 كان هناك 233 حالة في سنة 2010 وكان هناك 267 حالة في السنة السابقة بالامكان ان نقارن هذا ايضا باحصائيات الجدول الرابع. وانا ممتن للزميل البروفيسور نيومان الذي اعطاني احصائيات. البروفيسور نيومان ساعدني على فهم بعض الوثائق العربية وبعض التفاصيل قدمت باللغة العربية والبروفيسور نيومان هو الذي ساعدني. لم افهم من الملحق وجود بعض الاعداد الضئيله يبدو ان هناك فرق بين ما يوجد في التقرير وبين ما يوجد في الملحق يبدو ان الاحصائيات ما زالت غير متوفره بدقه وبالتالي يبدو ان لماذا هناك فرق بين الاحصائيات الموجوده في التقرير الفقره 148 وما يوجد في الملحق <applause> الى حد فهم الامور هناك حالتان كان فيها انتهاكات من قبل الشرطه وتم فرض عقوبات على رجال الشرطه هناك من سجن ثلاث سنوات او خمس سنوات والعقوبه القصوى هي سبع سنوات في القانون الكويتي في العديد من الحالات القرار المتخذ من قبل المحاكم كان اطلاق سراح ضباط الشرطه وفي بعض الحالات الاخرى كان هناك اتفاق بين الضحايا وضباط الشرطه وهناك ايضا بعض الحالات عدم اصدار حكم نو لا يبدو ان هذا اطلاق سراح وليس اتهام او ادانه فلم افهم ما الذي يعنى بعباره عدم فرض عقوبه نو ثم أشير أيضا إلى بعض حالات سلوك ضباط الشرطة وانتهاكهم لحقوق السجناء كان يريد أن أعلم المزيد منكم لو سمحتم أما بالنسبة للمسألة التاسعة فبيود أن أعلم أيضا ما إذا كان هناك تعريف لمفهوم التعذيب وفقا للقانون الكويتي بيود أيضا أن أعلم إذا ما كان هناك آلية مستقلة لتقصي الحقائق ولتقصي حالات التعذيب التي احطنا علما بها من قبل بعض المنظمات الحكوميه نفس ضباط الشرطه الذين قيل بشانهم انهم مسؤولون عن التعذيب هم الذين لجأت اليهم المنظمات الحكوميه لتقصي حقائق التعذيب. بالنسبه لموضوع التمييز الذي اثير في هذا هذه القاعه قيل لنا ان هناك حالات تعذيب هذه الحالات خطيرة وبالذات عندما تتعلق بمواطنين وإلا عندما يتعلق التعذيب بمواطنين فلا تهتم السلطات هذا ما قالت له المنظمات غير الحكومية هذا ما قالته لنا وبيود أن يعلق الوفد على التمييز في معاملة المواطنين وغير المواطنين في مجال التعذيب الموضوع رقم عشرة إنكم قدمتم أجوبة مرضية بشأن القضية رقم عشرة مسألة تغيير القوانين وتعديلها مسألة الفترة يقضيها المتهم أمام المحاكم وانتظاره لصدور الحكم يبدو أن هناك مشروع قانون يقلل فترة الاحتجاز إلى 48 ساعة هذه المهلة مهلة 48 ساعة مهلة مقبولة وهناك الملحق رقم خمسة الذي يعطي التفصيل متى سيتم اعتماد مشروع قانون المتعلق بفترة الاحتجاز قبل المثول أمام المحكمة ثم أعتقد أن طرحنا سؤالا يتعلق بحق الوصول إلى محامي والاستفادة من خدمات محامي يبدو أن الجواب موجود في الملحق الخامس وسأكون شاكرا لكم لو قدمتم المزيد من التفاصيل ثم هناك مسألة متبقية هي مسألة القضية رقم عشرة بودنا أن نفهم ما هو عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وما هي فترة الاحتجاز قبل المحاكمة ما هو معدل الفترات التي يبقى فيها الشخص المحتجز أنتقل الآن إلى القضية رقم 11 هنا السؤال واضح ما هو عدد المدانين في محاكم عسكرية ما هو عدد الذين ما محتجزين حتى إذا ما انتهت فترة حبسهم وهل سيتم النظر في هذه المحاكمات من قبل هيئة مستقلة إني لاحظت أنه لم تتم الإجابة على هذا السؤال إذن السؤال ما زال قائما لم نحصل على جواب انتقل إلى آخر موضوعين وبعد ذلك أطلق سراحكم يا الرئيسة الموضوع 17 يتعلق بالقضاء القضاء ما هي ضمانات استقلالية القضاء في الجواب الذي قدم إلينا كان اقتباسات من القانون ولأول وهلة يبدو أن أحكام القانون تتماشى مع المادة 14 من العهد ولكن أحطنا علما أن المجلس القضائي الأعلى الذي يبدو وكأنه يتخذ قرارات حاسمة وهو هيئة عليا هذا المجلس مرتبط بالهيئة التنفيذية أو الجانب التنفيذي من الحكومة إذا ما كان هذا صحيح أن المجلس الأعلى القضاء ليس مستقلا ولا يدار ذاتيا فهذا يؤدي الى طرح اسئله متعلقه باستقلاليه القضاء في الكويت. يبدو ان اعلم ما هي العلاقه بين وزاره العداله او القضاء والمجلس مجلس القضاء الاعلى. اذا احطنا علما من قبل المنظمات الحكوميه انه يستحسن ان يكون ان تكون الهيئه القضائيه العليا او المجلس القضاء الاعلى مستقل او له علاقه بالامير. ثانيا اني فهمت من المعلومات التي قدمت الينا ان هناك عدد كبير من القضاة الاجانب في الكويت هؤلاء القضاة يتحملون مسائل قضائيه عليا على كل المستويات بما في ذلك المحكمه العليا واحط علما ايضا ان العدد الكلي للقضاة هو استمية وعدد القضاة الأجانب الذين يأتون من مصر في أغلبهم هم تقريبا نصف القضاة بما يعني 300 تقريبا المشكلة هنا بالنسبة للاستقلالية هي أن القضاة الأجانب لهم عقود قصيرة الأمد ويمكن طردهم أو إنهاء عقودهم بسهولة وذلك لا يتمشى مع استقلالية القضاء بيودا نحصل على أجوبة بشأن استقلالية القضاء ومدى استقلالية القضاة الأجانب كجزء من هيئة الهيئة القضائية في الكويت قيل لي أنه في الفترة الأخيرة كان هناك عدد كبير من القضاة المصريين الذين غادروا لأن هناك كان هناك خلافات بين الحكومة الكويتية والقضاة المصريين حول أجورهم ومرتباتهم وكان ذلك على اثر الربيع العربي وعلى عصر الثوره المصريه. كان هذا يتعلق بالمساله 17 انتقل الى السؤال الاخير حول القضيه 18. السؤال المطروح هو التالي. في المحاكم العائليه يبدو ان شهاده الرجل تساوي شهاده مراتين. هل هذا يتماشى مع المدى 14؟ الجواب الذي قدم من قبل الدوله الطرف هو أن هذا يتماشى مع الشريعة مرة أخرى هذا يعيدني إلى سؤال الأول وما قلته في البداية الموضوع الثامن والذي هو مرتبط بالموضوع الأول الذي طرح بشأنه سؤال البروفيسور نيومان العلاقة بين العهد المدى 14 والشريعة من البديهي انه ليس بالامكان ان يكون هناك انسجام بين الشريعه والمدى 14 فهل يمكن للشريعه ان تحل محل الحكم 14 14 من العهد شكرا على جوابكم شكرا شكرا السيد تيلن في العاده نرفع جلسه لبعض الدقائق لكي نتيح الفرصه لوفد الدوله الطرف من الاستعداد السير نايجل اني لم اراك هل طلبت الكلمه تفضل يا سير نايجل شكرا يا سياده الرئيس اسف اسف قلت ان بعض الزملاء كانوا سيطرحون اسئله قبل ان اتكلم انا انا لم استعد لطرح سؤال الان ولكن على اثر ما قاله كل الزملاء الذي طرحوا اسئله على اثر الاسئله العديده تبادلت بعض الافكار الى ذهني وربما اضم صوتي الى زملائي لكي ارحب بوفد الكويت لدي سؤال يتعلق بالقضيه رقم 10 السؤال رقم 10 من يمكنه ان يصدر امر بالاحتجاز وما هي فتره الاحتجاز؟ لم افهم التفاصيل يبدو ان فتره الاحتجاز الاولى يمكن تكون اربعه ايام والسيد تالن قال ان هناك مشروع قانون سيحدد مهله الاحتجاز ب 48 ساعه ولكن لم تتضح بعض الامور في ذهني ما الذي يحصل فيما بعد؟ ما هي السلطه التي يمكنها ان تعطي امرا باحتجاز اضافي؟ يبدو ان المدعي العام يمكنه ان يطالب باحتجاز ل 21 يوم فتره اضافيه كفتره اضافيه. هل هذا هو الامر المعمول به؟ ومتى يتم مثول المتهم امام المحكمه؟ على اثر ما قاله زميلي السيد تيلين متى يمكن للمتهم ان يستفيد من خدمات محامي في اي فتره من فترات الاحتجاز يتم تقديم محامي للمتهم ثم هناك ايضا مساله اخرى تتعلق بمسؤوليه الاحتجاز متى يتم اخراج المتهم من من مراكز الاحتجاز الى مكان اخر بينما ينتظر وصوله امام المحكمه؟ لدي سؤال اخر يتعلق بالقضيه رقم 17 والسؤال المطروح في اطار هذه القضيه ساطرح سؤال الان بدل الانتظار قيل لنا ان هناك عدد كبير من القضاه الاجانب في هيئه القضاء الكويتيه وليس هناك قاضيات هل من الصحيح انه ليس هناك حاكمات او قاضيات في الكويت السبب الذي قدم الينا والذي يمنع تعيين قاضيات آه لا يتعين على اي شخص يعين قاضي ان يكون قادرا على ان يكون مدعي عام وليس هناك مدعيات عامه لماذا ليس هناك مدعيات عامه وليس لماذا ليس هناك قاضيات هل يتم قبول طلبات القاضيات هذه معلومات وصلتنا من مصادر غير حكوميه اذا ما كانت المساله مساله كفاءات او شهادات علميه فما هي الكفاءات المطلوبه لكي يكون الشخص مدعي عام في الكويت وما هي الكفاءات التي يتعين توفرها لكي يكون الشخص قاضيا او قاضيه هذه اسئله تتبادر الى ذهني على اثر التفاصيل التي وصلتنا من مصادر غير حكوميه ومنظمات ومن غير حكوميه يا حبذا لو تقدموا الينا توضيحات شكرا جزيلا يا سيده الرئيسه شكرا لوفد الكويت شكرا لسان نايجل في العاده مثل ما قلت نرفع الجلسه لبعض الدقائق لكي نتيح الفرصه لوفد الدوله الطرف ان تستعد اقترح عليكم ان نرفع الجلسه ل دقيقه 20 دقيقة صاحب سعادة هل تقبلون 20 دقيقة؟ لكي تتاح الفرصة لكي تستعدوا وتعودوا إلينا بالأجوبة علينا أن نعود إلى القاعة بعد الساعة الرابعة و والثلاثين دقيقة شكرا أرفع الجلسة I call the meeting to order. اعلنوا استئناف الجلسه ومرحبا بكم ايها السيدات والساده وسنستانف اعمالنا بالردود المقدمه من دوله الكويت وساعطي الكلمه لسعاده سفير دوله الكويت كي يقول لنا كيف سيتم الرد على هذه الاسئله شكرا سيدتي الرئيسه ساحاول ان اعطي الكلمه لاعضاء الوفد ولكن قد يكون هناك اكثر من شخص للرد على نفس السؤال لانهم ياتون من ادارات مختلفه. وسوف انظر الى القائمه الموجوده امامي وبعد ذلك ساحدد من الذي سيقوم بالرد على كذا سؤال. على سبيل المثال فيما يتعلق بالسؤال الاول الذي طرحه الذي طرح علينا فيما يتعلق بالوضع القانوني للعهد في ظل القوانين المحلية سأعطي الكلمة للدكتورة سعاد لكي توضح لنا الموقف بسم الله الرحمن الرحيم دكتورة سعاد بالعدالة خليتها شكرا سيدة الرئيسة في الواقع بصدور قانون رقم 12 على 96 بالموافقة على العهد اصبح العهد جزء من القانون الداخلي لدوله الكويت ولذلك يصبح ضمن المنظومه التشريعيه بالاضافه الى ان الدستور الكويتي كفل احترام كافه الحقوق التي اقرها العهد ولكن ياتي الاعلان التفسيري حول الفقره واحد من المادة اثنين وحول المادة ثلاثة في حدود الحقوق المدنية ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية وذلك باعتبار أن تنظيمها مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي والوحيد لتنظيم كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية عليه فان دولة الكويت تتمسك بهذا الاعلام. Thank you. Microphone. Microphone. Uh. أضيف على كلام زميلة الدكتورة سعاد فيما يتعلق بالإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد أن بانضمام دولة الكويت إلى هذا العهد أصبحت أحكامه تجري مجرى التشريعات الداخلية ويلتزم القاضي بإعمال القواعد التي ورطت وردت على الروابط التي تقع في النطاق التي تسري فيه دون غيرها من النصوص السابقه وهذا اقتباس من حكم لمحكمه التمييز في قضيه في بدايه التسعينات وتواترت احكام المحاكم بتاييد ذلك وفي حكم اخير للمحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا صادر في عام 2008 نصت صراحة واقتبس إلى ما جاء بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مؤكدا هذا الحق بالنص في البند 2 من الماده 12 منه على ان لكل فرد حريه مغادره اي بلد بما في ذلك بلده شكرا. فيما يتعلق بالسؤال الثاني عشر وفيما يتعلق بالتقدم ساعقب على ما دار في مجلس حقوق الانسان مع المسؤولين من وزاره العدل ولكن فيما يتعلق بالسؤال الثاني عشر والخاص بالاعتقال والشخص الذي ينتظر الترحيل الدكتور محمد من وزارة الداخلية شكرا سيد الرئيس بالنسبة لأوضاع المحتجزين بالنسبة لأوضاع المحتجزين في إدارة السجون طبعا المدة القصوى التي يقضيها فتره قبل احاله المحاكمه حاليا هي اربع ايام لكن المشروع قانون مقدم حاليا لتعديل هذه المده الى 48 ساعه بعد هذه المده او خلال هذه المده يتم عرض الموضوع او عرض المتهم او المحتجز على السلطة القضائية المتمثلة في النيابة والتي تقرر إما الإفراج عنه أو استمرار حبسه لمدة 21 يوم حتى تستكمل حتى تكتمل إجراءات التحقيق عن في خلال هذه المدة يمكن عرضه على المحكمة المختصة التي سوف تقرر وتفصل في هذا الموضوع وقد ترى المحكمة تجديد حبس المتهم لاستمرار التحقيق معه خلال هذه الفترة. طبعا اثناء فترة التحقيق الاجراءات القانونية ووفقا لقانون الاجراءات الجزائية يحق لكل متهم ان يصطحب محامي وان يحضر محامي اثناء التحقيق وان وتكفل له جميع الضمانات القانونية التي تضمن له محاكمة عادلة واجراءات عادلة في التحقيق. يحق له الاتصال بذويه ويحق له توكيل محامي ايضا يحق له اذا كان يعاني من اي مشاكل صحيه تمنعه او تعرض حياته لل يمكن اجراء التحقيق بما يتوافق مع حالته الصحيه وكل شكرا سنة. بريجيدير خليل العقيد خليل المسؤول عن إدارة السجون أحوال السجون والإبعاد والإبعاد أه. بالنسبة للإبعاد أه بعد ما تكون يعني وجوده بالكويت غير قانوني أو محكوم حكم قضائي يامر بابعاده اول شيء نعمل له بيانات كامله اجراءات صحيه من تطعيمه من الاجراءات هذه بعدها نتاكد من وجود جواز سفره اذا كان مو موجود نتصل ويا السفاره التابعه له ومندوبين السفارات على فكره إن على طول عندنا كذلك نقوم باستخراج ورقه مغادره له من سفارته ويبعد ما عنده تذكره احنا نعطيه التذكره ونحسبها بعدين على الكفيل الكويتي قامت عده هيئات لجان خيريه وحكوميه بالتبرع بالتذاكر شكلنا كذلك لجنه للنظر من من قبل شهرين شكلت لجنه من وزاره الداخليه ومن الاخوان بالنيابه ومن التحقيقات ومن تنفيذ الاحكام للنظر في الحالات دراسه الحالات حاله حاله ولله الحمد تم يعني اجراء معاملات العديد كبير منهم حاليا يعني اتصل وياهم واتاكد على طول. في احصاء يعني العدد الابعاد للابعاد للابعاد الابعاد بين 450 ل 500 شخص بالموجودين يوميا السفر حول على حسب تذاكر الطائرات وحسب هذا بالحدود 100 ل 150 بالنسبه لاماكن الابعاد اماكن الابعاد بالذات للخدم او الليبرز ايه النساء النساء او الرجال او الرجال اوضاعهم اوضاعهم جيده والحين احنا قايمين في بناء مبنى جديد وبدا مشروعه وبدا مشروع اصلا هذول مو مسجونين ذيلا موقوفين ما يعتبرون سجن ما مو من نطاق السجن فخليناهم خارج السجن ويعتبر يعني كتوقيف مؤقت للترحيل في منهم ما يتم حتى حتى ثلاث ايام اربع ايام ترحل. اماكن الايواء اماكن الايواء عند الاخوان بالشؤون. دكتور زكي اماكن الايواء عندكم؟ الشكر موصول للسيد رئيس مدام تشير بيرسون والشكر موصول ايضا لسعاده السفير دار زودي بالنسبه لمركز الايواء هناك مركز ايواء تم إنشاء عام 2007 يقوم باستقبال آه العمالة الوافدة بشكل عام وبشكل خاص العمالة المنزلية ويقوم المركز بتقديم خدمات اجتماعية ونفسية وصحية وقانونية ويقوم بتسوية مستحقات هؤلاء العمالة المنزلية و وبالنسبة للعمل التي لا ترغب في الاستمرار بالعمل فيعمل على إعادتهم إلى بلدهم بالتنسيق مع سفاراتهم وتتحمل الدولة نفقات إعادة العمالة إلى بلدانهم بعد ما يتم تسوية مستحقاتهم المالية من ناحية القانونية ما تم إنشاءه هو مركز مؤقت لحد الآن لكن انتهت الوزاره مؤخرا من انشاء مركز دائم للعماله المنزليه وجاري حاليا تاهيل هذا الموقع الذي يستوعب 700 حاله منزليه شكرا. <applause> فيما يتعلق بالتقدم الذي تم إحرازه أعتقد أننا تعهدنا خلال الاستعراض الدوري الشامل بإنشاء لجنة كويتية معنية بحقوق الإنسان تحت تصنيف ألف من مبادئ باريس وقد شاركنا مع مكتب مفوضة سامي لحقوق الإنسان لكي نعرف ما هي الإجراءات الخاصة بهذه التصنيفات هناك ألف وباء وجيم وقد التزمنا بأن نصنف كألف وفي اليوم الاثنين الماضي هناك زميلي من وزارة العدل وزميلي من السفاره التقينا مع الخبراء الرئيسيين المعنيين بانشاء هذه بوضع هذه الاجراءات وكيفيه التشغيل بالنسبه لهذه اللجنه وقد قيل لنا ان مثل هذا الاجراء يمكن ان يستغرق وقتا مطولا ففي بعض الاحيان استغرق الامر سبع سنوات إذا يجب البدء ببعض الإجراءات من خلال تعيين بعض الأشخاص، وبعد ذلك انتخاب بعض الأشخاص، ومرة أخرى ينبغي أن يعودوا للجان الوطنية. إذا فهي فهو إجراء مطول، ولكن ما أستطيع قوله أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وقد التزمت بذلك أمامكم جميعا، وأننا سنسير في هذا الاتجاه. لأن هذا هو أفضل ضمانة لحقوق الإنسان في الكويت دكتور زكريا هل يمكن لك أن تحطنا علما بعض الشيء بما تم من تطورات في هذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا. سيد الرئيس حقيقة مثل ما أشرتم تم عقد اجتماع يوم الأثنين الماضي في المفوضية في المندوبية السامية لحقوق الإنسان مفوضية السامية لحقوق الإنسان وتدارسنا المشروع الذي كانت اعدته لجنه متخصصه شكلت بقرار وزير العدل لتضع المشروع الذي سيتم اقراره في المستقبل لانشاء هيئه مستقله وفقا لمبادئ باريس والآن نحن في المراحل النهائية تمهيدا لإرسالة إلى مجلس الوزراء بعد إضافة الملاحظات التي تم تزويدها من قبل المفوضية يوم الأثنين الماضي شكرا سيد رئيس دكتور زكي there was a question concerning إنهاء uh, نظام الكفيل if you can brief the committee concerning how procedures concerning it. بسم الله الرحمن الرحيم آه بعد ذي بدء اؤكد ان نظام الكفيل ليس متجذرا في نظامنا القانوني لا يوجد نص في تشريعنا الوطني يقرر نظام الكفيل وانما هي قرارات وزاريه صدرت انطلاقا من تنظيمها للقوى العامله في القطاع الخاص والوزاره تقر ان لنظام الكفيل سلبيات وهي عاكفه على دراسه بديل عن نظام الكفيل وذلك بالاستعانه مع خبراء منظمه العمل الدوليه والى ان يتم الوصول الى بديل يحل محل نظام الكفيل فقد قام وزير الشؤون بإصدار قرار وزاري يسمح بتحويل إذن العمل للعامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول طالما استكمل العامل مدة ثلاث سنوات هذه الثلاث سنوات ممكن أن تقلص إلى سنة وممكن أن تقلص إلى فترة وممكن تقلص إلى فترة أقل من ذلك اعتمادا على وضع المنشأة أو المشروع الذي يعمل به العامل و ومع حرص الوزارة على على إيجاد نظام بديل ليحل محل نظام الكفيل إلا أنها لا تتوانى في اتخاذ إجراءات جزائية مع صاحب العمل المخالف، إذا ما ثبت أن صاحب العمل يقوم باستقدام العمالة دون تسليمهم العمل، أو ثبت عدم حاجته إليهم فإن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 في مادته 137 يقرر جزاء عقوبة تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى خمسة آلاف دينار كويتي عن كل حالة يضبط فيها صاحب العمل مخالف لاستخدام العمالة دون تسليمهم العمل آه الوز... كما ذكرت ان الوزاره هي تسعى للبحث عن بديل ايمانا منها ان النظام الكفيل نظام يحتوي على سلبيات آه و... ومن المتامل ان تتولى الهيئه العامه لشؤون القوى العامله البحث عن بديل وكان هناك سؤال وارد حول عن متى سوف يتم انشاء هذه الهيئة أن المادة تسعة من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم ستة لسنة 2010 ينص على إنشاء هيئة بموجب قانون وأؤكد أن هذا القانون قد تم إعداده ورفعه إلى مجلس الوزراء وتم إقراره وسيحال إلى مجلس الأمة ومن المؤمل أن يتم آه اصدار قانون بانشاء الهيئه لشؤون قوى العامله في آه عند انعقاد المجلس في الدور التالي في الفصل التش... آه في دور الانعقاد التالي المزمع انعقاده في 25 من الشهر الجاري كان سؤال اخير سيد الرئيس حول العماله المنزليه آه ما اذا كانت مستبعده من قانون العمل في القطاع الاهلي، نعم هناك نص في الماده خمسه يستبعد قانون العماله المنزليه من نطاق القانون الا انه اورد عباره اخرى بانه يصدر قرار قرار من الوزير المختص بين قوسين وزير الداخليه في تنظيم العلاقه بين العماله المنزليه وبين صاحب العمل. واترك هذه الاجابه الى اخواني في وزاره الداخليه بعد اذن سعاده السفير والرئيس. في سؤال اخير كان وارد حول حجز جوازات السفر. تفضل الحين في بعدين. نعم. فيما يتعلق بحجز جوازات السفر اؤكد لكم ان حجز جوازات السفر هو ممنوع قانونا بل هناك مبدا قضائي يحظر حجز جوازات السفر وهذا المبدا القضائي طبقته آه كافه دوائر آه المحكمه سواء كان دائره مدنيه او دائره تجاريه او دائره عماليه كلها اجمعت على حظر حجز جوازات السفر بالاضافه الى ذلك ان الدائره العماليه لم تقف عند حظر حجز جوازات السفر بل ألزمت صاحب العمل بتعويض العامل الذي تم حجز جواز سفر باعتبار ان الحجز يعتبر مخالفه قانونيه واذا ما رتب ضرر فيلتزم صاحب العمل بتعويض العامل هذا كل ما اود ان اذكره فيما طرح في شان نظام الكثير وفي شأن حجز جوازات السفر أما موضوع العمالة المنزلية فهو يدخل في نطاق اختصاص وزارة الداخلية شكرا بسم الله الرحمن الرحيم تكلم عن ما طرح السيد يوم من استفسارات عن العمالة المنزلية واستكمالاً لحديث زميلي دكتور زكي بخصوص العمالة المنزلية وأنه ما يشملها قانون العمل اللي صدر في 2010 طبعا العمالة المنزلية صدر فيها مرسوم منذ 2000 منذ سنة 92 رقم 40 على 92 بشأن تنظيم مكاتب استخدام العمالة المنزلية وهذا القانون أناط بوزير الداخلية تنظيم عملية استخدام وتشغيل العمالة المنزلية والعلاقة التعاقدية بين الكفيل أو بين صاحب العمل والعامل المنزلي. هناك استفسارات ممكن تطرح عن سبب عدم وجود قانون للعمالة المنزلية. نعم احنا نقر في هذا في قصور في ذلك ولكن طرح في سنة 2010 مقترح بمشروع بقانون من أحد أعضاء مجلس الأمة وكان 2010 هناك مناقشات لإتفاقية العمل اللائق في منظمة العمل الدولية فارتئينا أنه نستكمل هذه الاتفاقية وفيما بعد ننظر في وضع قانون خاص في العمالة المنزلية وحالياً إحنا في طور الإعداد لتشكيل لجان لصياغه هذا القانون في المستقبل ان شاء الله اما بالنسبه بمطرق له السيد يومن في موضوع ان العماله المنزليه في شكل تعمل في شكل منعزل وما يتعرضون له من اساءات طبعا من لا يعرف طبيعه المجتمع الكويتي وطبيعه الاسره الكويتيه بشكل خاص يعلم ان العاملين في المنازل لا يعملون بشكل منعزل وخاصه النساء بل على العكس ان يعتبر العامل المنزلي كاحد افراد الاسره ويشارك الاسره في معيشتها وفي جميع الخدمات المتوفره في المنزل ورغم ذلك احنا لا ندعي المثاليه في انه لا يوجد هناك شواذ او شذوذ من القاعدة نعم هناك تطرع إساءات ولكن بصورة نادرة جدا وتتعامل معها السلطات بكل جدية وتأخذ شكوى العامل المنزلي بجدية وتحقق فيه وتحقق إذا تعرض لضرب أو إساءة أو اعتداء ولهم الحق في تقديم هذه شكواهم هذه جهة مختصة كما أن وزارة الداخلية انشأت ادارة خاصة لهم تسمى ادارة العمالة المنزلية مختصة فيما يتعلق بكل ظروف هذه الفئة والتحقيق في البلاقات المقدمة منهم سواء من اصحاب الم... ضد اصحاب العمل او ضد اصحاب او مكاتب الاستخدام وهذه الادارة والادارة انشئ انشئ نظيرا لها مركز الايواء اللي تكلم عنه الدكتور زكي قبل قليل وتحال كل هذه العماله اللي تشتكي إيه الى هذا المركز للاستفاده من خدماته الى ان يتم حل مشكلتهم واحالتها للقضاء او حلها بطرق وديه او في حاله رغبتها مغادرتها للبلد. اما عن في فيما يحق للعامل المنزلي البحث عن عمل بديل بدلا من الاضطرار للعوده لبلده. طبعا احب ان اوضح ان العلاقه بين صاحب العمل والعامل المنزلي هي علاقة تعاقدية وتتم بواسطة أحد مكاتب الاستخدام وتم صياغة هذا العقد من قبلنا في وزارة الداخلية في عام 2007 وتم إعادة صياغته في في 2010 لإقرار المزيد من الحقوق لهذه العمالة ولتكون مطلعة على حقوقها وواجباتها قبل وصولها إلى دولة الكويت ومن ضمن ومن ضمن الوزارية اللي صدرت بخصوص البحث عن عمل بديل العقد يوجب أنه فترة المائة يوم الأولى من عمل العامل المنزلي لدى صاحب العمل هي فترة تجربة يحق لصاحب العمل او يحق للعامل نفسه قبل انتهاءها انهاء علاقه العمل ويحق لمكتب الاستخدام اعاده تشغيل العامل المنزلي لدى صاحب عمل اخر اما بشان ظروف التفتيش على عمال المنازل طبعا احنا دوله مؤسسات والتفتيش لا يتم سواء في هذه الحاله او اي حاله اخرى الا وفقا للقانون فاذا وجد أخطرنا ببلاغ عن تعسف أو عن ضرب أو عن احتجاز لعامل أو لغير العامل تتم هذه عن طريق الجهات المختصة في عمل إذن تفتيش وتفتيش المكان شكرا أضيف <applause> انه عندما يتعلق الامر بعمال المنازل يمكنني ان اقول بدون مبالغه بدون مبالغه يمكنني ان اقول انه في الكويت هناك اكثر من 192 جنسيه وفي الكويت فالكويتيين هم مليون ومجموع السكان مليونين ومائتين ألف. وهناك آلاف من سموه وبالتالي فالتحديات التي يواجهها مجتمع صغير مثل الكويت تحديات ضخمة، ونحن ندرك بالطبع التزاماتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأكبر جالية بالطبع هي شا... الكويتيين ومن ثم الهنود والذين يمثلون إن لم أكن مخطئا رقما هائلا أكثر من خمسمائة ألف نسمة وبعد ذلك هناك المصريون والسريلانكيون ولكن أؤكد لكم أن كلما يحدث سوء مع... تحدث سوء معاملة أو تحدث تجاوزات فإضافة إلى ما تنص على عليه القوانين، للتصدي لحالات التجاوز هذه، فنحن نتعاون بشكل وثيق أيضا مع دول أصل عمال المنازل، فنحن على اتصال وثيق مع الملحق الاعمال الهندي والفلبيني ايضا والملحق ايضا السريلانكي وهؤلاء يمكن لهم الاتصال بنا وبالمواطنيهم لي للتصدي إلى أي حالات إساءة أو أي تجاوزات لأن دولها مسؤولة عنهم أيضا بالتشارك معنا وهذه الدول التي أشرت إليها مثل مصر وهو بلد شقيق مصر بلد شقيق ولدينا علاقة وثيقة جدا مع الهند وباكستان وبنغلاديش فنحن فان لم نحمي هؤلاء العمال فهذا سوف يؤثر على علاقاتنا السياسيه مع هذه الدول وبالتالي فنحن نحن نشركهم في الحلول التي نحاول ايجادها وبعض الاحيان ننشئ مؤسسات للتصدي لهذه المشاكل وبالطبع نحن في الكويت ليس لدينا أي سجين سياسي ليس هناك أي سجين سياسي في الكويت ونحن منفتحون على كل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ولا نخفي شيء وبالنسبة لنا هناك تجاوزات تحدث فنصححها بالنسبة لبعض الإحصائيات سوف أعطي الكلمة إلى الدكتور الزكي لكي يعطينا بعض الإحصائيات عن أعمال المنازل أنا أستميحكم أستميحكم عذرا العودة مرة أخرى للكلام حول نظام الكفيل والأسئلة المطروحة من السادة الخبراء حول هذه الجزئية سبق للإشارة أن المادة عشرة من قانون العمل في القطاع الاهلي تحظر على صاحب العمل استقدام عماله دون تسليمهم العمل او تثبت عدم حاجتهم اليها والى النص الذي يعاقب على ذلك الى الى جانب هذا النص إلى ماشي اسف الى جانب ذلك الى جانب ذلك هناك نصوص في قانون العمل في القطاع الاهلي آه تضمن بيئة عمالية أو بيئة عمل آه فيها شروط سلامة مهنية وصحية كاملة، آه وأن القانون أيضاً ينص على جزاءات لمن يخالف هذه النصوص الضامنة لظروف بيئة العمل السليمة والصحيحة ان وما ر... اريد ان اقول ان هذه النصوص ليست نصوص جامده بل تم تفعيلها ولدينا احصائيات بالمخالفات التي ارتكبت من قبل اصحاب العمل وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدها سواء كانت اداريه او قضائيه باحالتها الى القضاء وسوف نزود اللجنه بهذه الاحصائيه ان شاء الله، شكرا. دكتور زكريا concerning the trafficking بال بالنسبة لقانون الاتجار وأصن قانون الاتجار، هل لك ان تقدم لنا بعض التفاصيل؟ بالاشارة إلى موضوع الذي تم إثارته من قبل السيد الخبير نيومن في شان القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر حقيقة كنت أفكر طوال هذه الفترة في كيفية الإجابة على هذا التساؤل ما الذي يؤخر هذا القانون حقيقة الإجابة قصيرة وس يعني وهي أن البرلمان الكويتي الآن في لجنته لجنة الشؤون التشريعية تم إقرار مشروع القانون والآن هو معروض على البرلمان لإقراره في جلسته العامة فالتأخير هو تأخير إجرائي يتعلق في أعمال السلطة التشريعية ولو كان بالإمكان أنه هو من, من صلاحيات السلطة التنفيذية لكان قد صدر منذ فترة طويلة خصوصا أنه كان هذا القانون قد أعد بمناسبة مصادقة دولة الكويت على اتفاقية باليرمو والاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين طبعا السؤال كان يتصل أيضا بطلب إحصاءات وأنا أعلم تماما أن السيد الخبير عندما طلب هذه الإحصاءات حتى يتأكد من مدى تغطية القوانين الحالية لتجريم أفعال الاتجار بالبشر حتى تكون الصورة أوضح بالنسبة للسيد الخبير أو للناظر في هذه المسألة حقيقة مهما عرضنا من إحصائيات فإنها لن تحقق الهدف الذي نسعى اليه في وضع تعريف جامع مانع لما ورد في بروتوكول خاص بمكافحه الاتجار بالبشر امانه هذا التعريف قد ادرج في المشروع الذي تم اقراره في لجنه الشؤون التشريعيه واعتقد انه عندما يتم اقرار هذا القانون سيعد من ضمن الجرائم التي هي في الاصل قد تكون موجوده ولكن غير مشموله في بعض مضامين التعريف الوارد في البروتوكول الخاص بمكافحه الاتجار بالبشر. ف الاجابه في شان الاحصائيات لن تكون مفيده ونحن نقر بذلك ونحن بحاجه الى قانون وهذا ما استدعى الحكومه الى اعداد القانون وعرضه على البرلمان ونحن في انتظار نفاذه باذن الله. شكرا. شكرا عندما نتحدث عن الرق والسخره فنحن نتحدث عن هذين التعريفين وفق مفهومين الاول عندما يمارس هذه الافعال موظف عام او من هو في حكم هذا الموظف العام وقد افرد لهذا التجريم المشرع نص الماده سبعه كما هو وارد في الاوراق والتقارير المرفوعه الى اللجنه وحتى لا اضيع الوقت هناك نصوص اخرى تعاقب هذه الافعال متى ما وقعت من اشخاص عاديين لا يحملون صفه الموظف العام على غيرهم من البشر فنجد نص المادة (173) من قانون الجزاء، وهي تعاقب من هدد شخصاً آخر بإنزال ضرر أياً كان، وذلك لحمله على القيام بعمل أو على الامتناع عنه. وكذلك نجده في المادة 202 من ذات القانون، وهي تقرر: بمن يعتمد في حياته رجلا كان أو امرأة بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور أو الدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه، أو بإغرائه على هذه الممارسة وسواء أكان يحصل على مال برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته أتاوى بمقابل حمايته أو عدم التعرض له وفي الجانب العملي توجد أكثر آه يوجد أكثر من حكم وصدرت فيه ادانه لاشخاص اتهموا بالمتاجره ليس فقط بالمجني عليهم كرقيق او ارقاء وانما كبشر ولم تكتفي هذه الاحكام بتقرير الغرامه كعقوبه بل اوقعت الحبس منه ما هو مشدد ومنه ما هو لا زال تنظره القضاء شكرا سعود فيما يتعلق بالعنف والاغتصاب والعنف المنزلي بالنسبة لتجريم الاغتصاب في إطار الزوجية فتنص المادة اثنين من دستور البلاد أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وعليه فقد ضمنت احكام هذه الشريعه في باب المعاملات وفيما يتعلق تحديدا بالزواج والطلاق حقوق الازواج بعضهما على بعض فان عدم الرضا من جانب المراه لا تتحقق به الجريمه إن كان فاعل الوقاع هو زوجها، ونقصد في الوقاع هنا هو المفهوم الطبيعي للمعاشرة الجنسية. أما إن تعدى ذلك لغيره من أفعال الانتهاك على سلامة الجسد أو حرمته، فلا يكتفي المشرع بمعاقبة هذه الأفعال بوصفها نوع من أفعال الاعتداء، إنما يشدد عليها العقوبه متى ما وقعت من الزوج او من اي شخص يتولى الرقابه او الحفاظ على المراه وفي وفيما يتعلق بجرائم الشرف فلم ينص قانون الجزاء الكويتي على تعريف هذه الافعال بجرائم الشرف انما افردها باعتبارها ظرف مخفف للحاله التي يكون عليها الزوج او الابن او الاب او الاخ وهي حاله الاستفزاز عندما يتفاجا بمن تعتبر من افراد عائلته وهي متلبسه ويشترط للتمتع بهذا الظرف صله القرابه كما هي واردة في القانون وظرف التلبس بمعنى أن يتاح للجاني الفترة التي يتروى فيها ويعتزم ويفكر كيفية تنفيذ الجريمة بحقها وقد سبق لنا الإجابة عما إذا كان القانون قد أعطي هذا الحق للمرأة ونردد فنقول انه يمكن في التشريع الكويتي ان يتزوج الشخص باكثر من امراه لكن لا يمكن ان تتزوج امراه في ذات الوقت باكثر من رجل ولذلك فان فاجات امراه زوجها مع امراه اخرى فقد تكون هي زوجه الثانيه او الاخرى ولكن لا يتصور عقلا ان تكون امراه مع شخص اخر باعتباره زوجها الثاني. ونضيف في هذا السياق ايضا انه متى ما تعمد الزوج او الاخ او الابن ازهاق روح زوجته او اخته فانه يكون امام جريمه قتل عمدي ولا يكون أمام هذا الظرف وقد أقر المشرع هذه الإباحة باعتباره ما يقابل القتل الخطأ ولذلك نجد مادة القتل الخطأ في عقوبتها تتساوى مع عقوبة نص المادة 153 ولم يسميها المشرع بجرائم الشرف شكرا جرائم الشرف, آه. آه. جرائم الشرف. نعم لا توجد حاليا إحصائية وسنحاول في أقرب وقت أن نسلمها إلى اللجنة فيما يتعلق بقتل الشرف فهو نادر جدا في الكويت والواقع العنف المنزلي نحن في الكويت مجتمع محافظ ولا نحب أن تفضح المشاجرات العائلية ونحاول أن نحل مشاكلنا داخل الأسرة فعادة إما, ما إما أن تتدخل الأسر ولا نلجأ دائما للشرطة رغم وجود قانون ولكن نظرا لتحفظ المجتمع الكويتي فهذا لا يسمح لنا بان نفضح قضايانا الخاصه على الملأ، ونحاول ان نصل الى الحلول داخل الاسره قبل اللجوء الى الشرطه او السلطات العامه العامه، الدكتوره هدى نحن في صدد اقامه محاكم عائليه هل لك ان توضحي لنا المحاكم العائليه ولكن اطلب منكم الايجاز لان امامنا فقط نصف ساعه ليس كذلك اذا ارجوكم ان توجزوا لكي نتمكن من الاجابه على اكبر قدر من الاسئله الدكتوره هدى شكرا سيد الرئيس طبعا بالنسبه لدوله الكويت وايمانا منها بنص دستور في المادة تسعة من أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة فقد اتخذت الدولة كافة التدابير اللازمة من أجل المحافظة على الأسرة و تقدمت وزارة العدل أعدت مشروع قانون في شأن محاكم الأسرة تم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر وسوف يحال في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة تضمن هذا المشروع مواد كثيرة من أهمها المادة ثمانية التي تنص على أن ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمه الاسره يتولى تسويه المنازعات الاسريه وحمايه افراد الاسره من العنف والايذاء الذي يقع من احدهم على افرادها الاخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع امامه وسوف يكون اللجوء الى هذا المركز بدون رسوم آه، هذه المحاكم سوف تتولى النظر في جميع مسائل الاحوال الشخصيه واختصارا للاجراءات فسوف ينشا بكل محافظه تسهيلا للمواطنين محكمه للاسره يكون لها مقر مستقل تتالف من دوائر تابعه للمحكمه الكليه سوف تنظر هذه المحكمة في جميع مسائل الأحوال الشخصية من مسائل الزواج والطلاق والنفقة والمهور والرعاية الصغير إلى غير ذلك والمنازعات بين الزوجين إلى غير ذلك من المسائل الأخرى التي تهم الأسرة شكراً سادة ست محافظات فيه. لدينا ست محافظات وسيتم انشاء محاكم عائليه في كل هذه المحافظات وبالنسبه لهذا الموضوع دكتور سعود هل بامكانك تتكلم عن تعدد الزوجات هل بامكانك ان تشرح الشريعه وهل بالممكن تشرح لنا آه هذه المساله دكتور مطلق بسم الله الرحمن الرحيم آه فيما يتعلق بتعدد الزوجات آه اثار السيد الخبير تساؤلين احدهما عن مدى انتشار تعدد الزوجات في دوله الكويت والاخر هل يعتبر تعدد الزوجات شكل من اشكال التمييز ضد المراه ردا على هذين التساؤلين أولا نحب أن أبين أن تعدد الزوجات هو من الأحكام التي وردت في قانون الأحوال الشخصية نص عليه صراحة وأجاز تعدد الزوجات بما لا يجاوز أربع زوجات آه هذا الحكم هو مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وهي بالنسبة لنا في في مجال الأحوال الشخصية أحكام ملزمة لا يمكن لأحد أن يحضر تطبيق اي حكم منها احكام الاحوال الشخصيه طبعا هو التعدد لا يشكل ظاهره بالنسبه لنا وانما هو محصور في نطاق ضيق لان الشريعه الاسلاميه اساسا عندما نصت عليه لم تجعله هو الاصل وانما هو الاستثناء والاصل ان يتزوج الرجل بزوجه واحده ومع ذلك فقد اشترطت الشريعه الاسلاميه ان يكون هناك عداله بين الزوجات في جميع المجالات ولا يجوز للرجل ان يفرق بين زوجاته ولا كان اثما امام الله سبحانه وتعالى هل يشكل التعدد تمييز ضد المراه نحن كمسلمين لا نرى انه يشكل تمييز ضد المراه لانه اولا هو حكم شرعي من الله سبحانه وتعالى فبالتالي احنا مسلمين فيه من هذه الناحيه الدينيه، اما من الناحيه الواقعيه فالمراه بنفسها قبلت ان تكون زوجه ثانيه وزوجه ثالثه وزوجه رابعه. فبالتالي المراه هي جزء من هذا التطبيق ومن ثم لا يمكن ان يكون هناك تمييز ضدها، لو كانت المراه تعتبر هذا تمييز ضدها لما رضيت ان تكون زوجه ثانيه او ثالثه او رابعه. هذا بالنسبه لما يتعلق ب الحكم الشرعي او التطبيق القانوني بالنسبه لتعدد الزوجات وشكرا سعد الميكروفون نص في وكذلك احكام صدرت من المحاكم بان المراه تستطيع طلب الطلاق للضرر في حاله زواج الرجل عليها باخرى فبالتالي تستطيع ان تتحلل من الحياه الزوجيه اذا لم ترتضي ان تكون تشاركها امراه اخرى. اذا اذا في ما يتعلق بالملكيه والميراث كان زميلي تكلم عن الميراث وابتدانا ببدايه حديثنا عن ان جميع الحقوق تتساوى فيها النساء بالرجال ما عدا ما يتعلق باحكام الشريعه الاسلاميه. اللي ترتكن فيها كمصدر تشريعي ووحيد لتنظيم هذه المسائل فيما يتعلق بالملكيه هناك احد الخبراء الافاضل اثار الملكيه والميراث فهما امرين مختلفين الملكيه كحق تملك تتساوى فيه المراه مع الرجل في حق الملكيه هذا امر يختلف تماما عن الميراث وتتملك المراه ايضا كما ورد في البند الرابع وهو طلب عدم عدم تساوي المراه بالرجل في ما يتعلق بالملكيه وكما ورد ايضا في مجموع الاسئله اللي وردت ان هناك ايضا انواع من الملكيه قد تكون بمباشره المراه تتملك او تكون بشكل قروض اسكانيه تمنحها الدوله للمراه لتتملك ايضا وبصدور القانون الجديد اللي هو 2000 على 2011 عدل في قانون الرعايه السكنيه منح المراه حريه كامله في وتساوت مع الرجل في حقها في الحصول على القروض استثناء على القانون Uh, الذي كان يمنح حق الرعاية السكنية للأسر الكويتية امتد التعديل ليشمل بقية الأسر حتى إن كانت أسر غير كويتية إذا كانت المرأة في, uh, كويتية شكرا عندما نصل إلى موضوع الاسلام الاسلام ديننا والكويت دوله اسلاميه اننا نعلم ان الاسلام هو دين وحياه واسلوب حياه في بعض الحالات هناك تداخل في حياتنا اليوميه هناك كل ما يحدد ظروف حياتنا الدينيه والدنيويه ولكن المعاهدات الدوليه والاتفاقيات والقانون الدولي تشير الى كون الدين هو جزء من حياتنا ايضا في نفس الوقت نحن نحاول قدر المستطاع ان نعطي اهميه قصوى لكل ما هو ديني لا يمكننا ان نمس بما هو ديني نسعى الى وجود حلول وفي بعض الحالات ندمج بين الاتفاق الدولية والإسلام ولكن من ناحية أخرى كل ما يوجد في الإسلام وكل ما يوجد في الأحكام والسكوك الدولية هي أمور متشابهة سواء كانت سواء كان مصدرها الدين أو العقود الدولية فإن الأهداف متشابهة الهدف هو كرامة الإنسان واحترام كرامة الإنسان ورفاهة الإنسان من هذه الزاوية فلا نرى اي اختلاف او تضارب بين الدين الحنيف وبين الشكوك الدوليه. لقد رايت ذلك في العديد من الديانات مثل البوذيه والاديان الاخرى كثيرا ما نرى ان هناك تشابه بين العادات والتقاليد والاحكام التي مصدرها الدين او الشكوك الدوليه. الهدف هو دوما الكرامه الانسانيه. <applause> أننا بدأنا بدأ تاريخ منذ الجاهلية وتطور الإنسان وأن الممارسات تحسنت وكل ما نفعله هو من أجل كرامة الإنسان ورفاهية الإنسان وبالتالي ليس هناك تناقض أو تضارب بين الدين والسكوك الدولية عندما نصل إلى تعدد الزوجات وأنا شخصيا أثرت هذا الموضوع في مؤتمر مكافحة تمييز المرأة منذ 200 سنة أو 300 سنة بالفعل كان هناك تعدد زوجات وكانت هذه الظاهرة منتشرة للغاية ولكن الآن في هذه اللحظة وفي هذا العصر أن الأمور اختلفت نحن بشر ونعيش في مجتمعات مجتمعاتنا تتطور وهذه الظاهرة تختفي تدريجيا أنا ابن ولدي 16 أخ وأخت ربما كان هناك زوجات عديدة تقدمنا المساعدة لبعضنا البعض في عائلة واحدة تتعدد الزوجات في مجتمع انتشرت فيها الظاهرة في الماضي ولكن الآن في هذه اللحظة ليس هناك مثل هذه الظاهرة مثلا خريجي الجامعات مثل جامعة هارفرد أو عندما يكون كفتاة متخرجة من جامعة أمريكية أو جامعة غربية فأن كل هؤلاء الشباب لهم تفكير مختلف والمعيشه اختلفت أسلوب الحياه اختلف والعائلات تغيرت والعائلات اليوم صغيره لانها تسعى الى جوده المعيشه الجمعية يسعى الى تحسين ظروف المعيشه والتعليم والثقافه حتى عندما يكون الشخص زوجه واحده فتلك المسؤوليه كبيره انا شخصيا احترم هذا قانون وليس لدي إلا زوجة واحدة إذن الفكرة هي أنه علينا أن ننظر في الواقع ونرى ما هو الوضع الذي يعيش فيه الأشقاء والشقيقات أغلبية الإخوة والأخوات لا يرغبون في أن يكون لديهم أكثر من ابنين أو ثلاثة الجميع نسعى إلى تحسين ظروف المعيشة وظروف التعليم والصحة إلى آخره إذا نتقدم جميعا إلى الأمام علينا ألا نكون صارمين وأن بالمرونة المهم هو أن نطور المجتمع ونحترم كرامة الإنسان اتيت اليكم هنا لسنا في محكمه، اتيت امامكم، مثلت امامكم لاشرح تجاربنا ونستمع الى تجاربكم ونتبادل الخبرات. هذا حوار. هذا حوار نجريه من اجل تطوير تفكيرنا ومن اجل التقدم ومن اجل شرح ثقافتنا اليكم اني سافرت في كل ارجاء العالم. واحترم كل الثقافات حتى الثقافات الصغيره. سواء كانت ثقافات او حضارات في افريقيا او اسيا او العالم العربي او في الصين احترموا كل الثقافات وكل الحضارات عليكم ان تتفهموا هذا العالم الان عندما تكلم عن تعدد الزوجات هذه الظاهره بدات تختفي لدي احصائيات انها الان ليس لدينا الا 9% اقل من 9% في المجتمع هذا ما كان أن نثيره امامكم شكرا اما بالنسبه للموضوع التالي بالنسبه لهيئه القضاء وتعيين السيدات في هيئه القضاء فيما القضاء فلا شك ان المراه حاليا تتولى الوظائف ذات الطبيعه القضائيه بوصفها محاميه الدوله باداره الفتوى والتشريع ان المراه في الوقت الحاضر تتولى اعمال ذات طبيعه قضائيه كمحاميه للدوله باداره الفتوى والتشريع وكمدعيه في الجانب الجنائي بالإداره العامه للتحقيقات بوزاره الداخليه فضلا عن توليها الأعمال القضائيه كمحكمه في قضايا التحكيم وفي اللجان الخاصه بتأديب المحامين في المحكمه وتنص المادة 19 من المرسوم بالقانون في شأن تنظيم القضاء الشروط التي يتعين توافرها في من يتولى القضاء وليس من بين هذه الشروط الخمسة ان تكون او ان يكون القاضي ذكر فلم يرد في هذا القانون ما يشير الى وجوب ان يكون القاضي ذكر او ان تمنع المراه من تولي القضاء وهو ما اشار اليه رئيس المحكمه الكليه قبل سبعه ايام تقريبا في لقاء صحفي واما في شان ما الذي يمنع من توليها هذا المنصب فنحن جميعا ننتظر حكم محكمه في قضيه قامت برفعها انثى لتضمن مقعدا لها في القضاء؟ شكرا. بيود ان اجيب على هذا السؤال هناك نقاش جاري حاليا والفرع الفرع التنفيذي ليس بالضروره من يصدر حكم ولكن هذا النقاش صحي ولا بد ان نستمر عندما قدمنا التقرير الدوري فاننا قلنا نفس هذه الامور التي ذكرناها الان هذا نقاش صحي يجري بكل حرية وكل شفافية نحاول تحمل مسؤوليتنا الدستورية ونحاول إضفاء الانسجام على قوانيننا وممارساتنا ونحاول دوما أن نرى إذا ما كان هناك تعديلات تدخلها ليس هناك من يمنع تعيين المرأة كقاضي ولكن هذا النقاش مستمر ونأمل أن تكون المناقشات مثمرة ونتمنى تواصل استنتاجات جيدة في المستقبل يا سعود بالنسبة للمثليين وبعض فئات المجتمع التي تعتني بها وزاره, وزارة اخرى ساعطي كلمه الدكتور زكي يبدو ان هناك قضيه بخصوص المثليين سعود تفضل بخصوص المثليين بنص المادتين 193 المتعلقه بمواقعه الرجال بالرضاء. والماده 198 المتعلقه بالتشبه بالجنس الاخر في مكان عام. فقد راعى القانون في العقاب على هاتين الجريمتين تقاليد دولة الكويت باعتبارها من البلدان الاسلامية وعاداتها الا ان القضاء مخير وهو ينطق بالادانه ما بين ان ينزل الى ثلث العقوبه المقرره قانونا او ان يتشدد فيها الى ما نص عليه القانون وذلك بالنظر الى ظروف كل قضيه وما يحيط بالجاني من ملابسات شخصيه شكرا. ان المثليين طالبوا بتشكيل رابطه وكان هناك قضيه في المحكمه من يمكن ان يشرحها لنا لم ي رئيسة ي... رئيسة الرئيسه شكرا سيدتي الرئيسه اسفه آه لم يرد الوزاره اي طلب بالنسبه لتقديم رابطه للمثليين آه وان ورد مثل هذا الطلب فهناك لجنه تنظر في هذا الطلب وتبحث في مدى آه موافقتها للقانون آه الخاص رقم 24 لسنه 1962 في شأن الأندية وجمعيات في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وشكرا إضافة إلى ما ذكرته زميلتي أمينة حول رابطة بإنشاء جمع حول طلب بإنشاء رابطة للمثليين فأود أن أبين أن وإن صدر قرار من الوزاره برفض هذا الطلب الا ان هذا القرار ليس قرارا نهائيا هو نهائي من الناحيه الاداريه اما من الناحيه القانونيه فيستطيع ذو الشان ان يلجا الى القضاء ليطعنوا على قرار الوزاره بصفته قرارا اداريا ليطعنوا على قرار الوزارة أمام القضاء ليستصدروا حكما بإنشاء الجمعية حيث أن من تقدم إلى الوزارة بعدم بإنشاء الجمعية لم يلجأوا إلى هذا المسلك القضائي فهذا يعني عدم جدية هؤلاء في طلب إشهار الرابطة الخاصة بالمثليين سيد مدام تشير بيرسون السيدة الرئيسه السيد السفير السخره لو سمحتوا لي ان تجريم السخره الذي اشار اليه زميلي سعود الصانع والوارد في الماده سبعه وخمسين من القانون رقم واحد وثلاثين لسنه سبعين ان هذا التجريم هو جاء تجسيدا او تماشيا مع الاتفاقيات الدوليه التي انضمت اليها دوله الكويت على وجه الخصوص الاتفاقيه رقم 29 والاتفاقيه رقم 105 بشان تحريم السخره وتجريم العمل الاجباري. فهذه النصوص جاءت تنفيذا لهذه الاتفاقيات. وعلاوه على النصوص الجزائيه هناك قرارات وزاريه صدرت عن وزاره الشؤون تحظر استخدام العماله في اعمال السخره شكرا سيد الرئيس. هناك نقاش يجري في وزاره العداله. حول هذا الموضوع السلطة القضائية تبنت دولة الكويت مبدأ الفصل فيما بين السلطات وكان من نتاج ذلك المبدأ التأكيد على استقلالية القضاء ومن ثم أتت المادة رغم 162 من الدستور لتؤكد على أهمية شرف القضاء ونزاهته وعدالته كأساس للملك باعتباره وباعتباره الضمان الواقي للحقوق والحريات حيث نصت على أن شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ولضمان حيادية القضاء رأت المادة 163 من الدستور لزوم تمتع القاضي باستقلاليته وعدم قابليته للعزل حيث نصت على أن لا سلطان لأي جهة على قضاء القاضي فيما يتعلق بالتساؤل الذي تنطرح في مسائل التي تتعلق بوجود رجال قضاء معارين وهم ليسوا بموجب عقود ولكن هي بموجب اتفاقيه تم ابرامها مع جمهوريه مصر العربيه والحقت ببروتوكول وتضمن هذا البروتوكول التعاون بتبادل رجال القضاء فيما بين البلدين. ف القول بان ذلك يشكل قد يكون عقدا وانت قادر على ابعاده او اذا لم يمتثل لتعليمات تصدرها السلطه التنفيذيه هذا قول جائر القضاء الكويتي مشهود له بالحياديه والنزاهه وان كان هذا الكلام قد قيل في شان قضاء نحترمهم ونجلهم وهم اخوه عرب وفي وعندما يقضون في دوله الكويت فهم يقضون باسم امير البلاد فنحن لا نجد ان هناك اي فارق بين القضاء الوطني الخالص وبين القضاء الذي هو بالطبع كويتي ولكنه بموجب اعاره وبموجب اتفاقيه مبرمه ثنائيه بين البلدين شكرا سيد رئيس يا دكتور زكي هل بامكانك تجيب على موضوع المضايقات الجنسيه؟ المضايقه بالنسبه للمثليين، دكتور سعود اسف اسف المضايقات والتمييز ضد المثليين. Uh, the, uh, I would like to, to make بيود أن أقدم بعض التوضيحات للساده الخبراء الموقرين بالنسبة لانعدام الجنسية، بكل صراحة، عندما ننظر في المعاهدة في حد ذاتها، متى ابرمت؟ انها ابرمت بعد الحرب العالمية الثانية. وما المقصود منها؟ ما هو هدف هذه الاتفاقية؟ بالنسبة لنا، وبكل صراحة، ليس لدينا حالات انعدام جنسيه مثلما ورد في الاتفاقيه المشار اليها ولكن هناك اشخاص اتوا الى الكويت للعمل او للمعيشه او لقضاء فتره زمنيه عندما بدا النفط عندما بدانا في انتاج النفط في الخمسينات والستينات اتى العديد من الاجانب العمل في الكويت عندما نصل الى هذا الموضوع وبالنسبه لمنعدمي الجنسيه لماذا لدينا هذه المشكله؟ لماذا لدينا ظاهره العمال المهاجرين غير الشرعيين؟ ولكن هناك مفهوم يختلف حسب التعريف الكويت فيها مليون ساكن مليون مواطن هناك دستور يضمن خدمات صحيه كامله لكل المواطنين واذا لا تتوفر خدمات صحيه في الكويت ف لأنه بالإمكان أن تقارن خدماتنا مع أي مكان في العالم. هناك كويتيين عديدين من الرجال والنساء والشباب. إذا لا يمكننا تقديم خدمة طبية أو صحية في الكويت فنحن مجبرين على تقديم تلك الخدمة في الخارج. بعد التخرج لكل مواطن الحق في السكن، ذلك حق مذكور في الدستور. بعد التخرج ان الحكومه تقدم لك قطعه ارض او تعطيك قرض يصل الى 300 الف دولار او يتم اعطائكم او اعطاء المواطن بيت بمعنى البيت المسكن مضمون من قبل الحكومه ثم هناك ايضا مساعدات غذائيه ان الكهرباء مثلا مدعوم النفط الوقود مدعوم ليس هناك نظام ضريبي ليس هناك ضرائب لا تدفع ضرائب في الكويت اما أن ليس هناك ضرائب على الدخل في الكويت وليس هناك ضريبه على الدخل او على الثروه هناك مزايا عديده هناك امتيازات عديده كما ان التعليم مجاني وعندما لم يكن لدينا جامعات في الستينات ارسلنا طلابنا الى مصر وسوريا والهند والولايات المتحده الامريكيه وارسلناهم الى لندن ارسلنا طلابنا الى العالم الخارجي الى بلدان الغربيه لكي يدرسوا حتى الان نستمر في تقديم هذه الخدمات بالمجان هذا هو الفرق وهذا ما يتمتع به كل مواطن مسألة الجنسية مسألة سيادة نفصل بين أمرين أساسيين نفصل بين الجنسية مع كل مزايا ذكرتها وهناك ايضا حقوق وواجبات مرتبطه بحق الانسان لكل انسان من زاويه حق الانسان من الزاويه الانسانيه نعطي كل هذه الحقوق لكل الناس نحن لا نخجل اننا نساعد العمال المهاجرين العائلات المهاجرين اننا انشانا صندوق كويتي نساعد من خلاله افريقيا نساعد من خلاله امريكا اللاتينيه من خلال الصندوق نساعد الهند لدينا برامج تمول بمليارات الدولارات المساله ليست مال ولكنها مساله سياده المجتمع مجتمعنا عندما نحاول تغيير التركيبة السكانية لبعض البلدان فذلك أمر يمس بالسيادة إذا ما كان من يستحق حقوق فنحن لا نتردد في إعطائك الحقوق إني أختتم كلمتي وساعة الشهر السادسة غدا سأطلب من زملائي المسؤولين عن العمال المهاجرين أن أعطوكم إحصائيات أننا نساعد بالملايين بمليارات الدولارات الذين يحتاجون للمساعدة أعطينا 500 مليون دولار على إثر إعصار كاترينا هذا التزام من جانبنا لكي نساعد كل من ساعدونا ولكي نساعد أمريكا مثلما ساعدتنا سنستمر غدا وسنعطيكم مزيدا من الأجوبة شكرا سيدة الرئيسة شكرا يا سعد سفير شكرا على كل هذه الأجوبة وشكراً على الأجوبة المقدمة من قبل زملائكم في الواد الكويتي. غداً سنكرس الربع ساعة الأولى لكي ننهي الأجوبة. وأرفع الجلسة الآن. شكراً.